بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس في مصر. بعد انتهاء عصر سابق أصبحت الأمور الآن تدار باحترافية شديدة جدا وبمصداقية شديدة جدا. يعني إيه؟ يعني من المفترض، اللي أنا عارفه خلال الفترات السابقة، شفنا في كل المجالات في مصر ناس بتتحاسب، في كل المجالات في مصر، في مجال الرياضة، في مجال السياسة، في مجالات أخرى كثيرة جدا شفنا ناس بتتحاسب. ليه؟ لأنه اللي هيتحاسب هيبقى بعد كده حريص جدا 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 على تقديم الخدمة للمكان اللي هو فيه بدون أي شيء غير مرتبه فقط. فهذا هو هدف مصر الجديدة. مصر الجديدة خلال هذه الفترة عايشة على هذه الأمور، إن الغلطان مهما كان اسمه ومهما كان منصبه بيتم حسابه، وبالتالي ما يحدث في اتحاد كرة القدم هو شيء خيالي، شيء غير واقعي. بشوف ان احنا حتى الان، مع ان يعني الجبلاية في شارع الجبلاية، لكن احنا برا مصر الجديدة حتى هذه اللحظة في الجبلاية او في اتحاد كرة القدم، لانه هناك مسؤول اخطأ، مش اسلام اللي بيقول، ولكن هناك مسؤول اخطأ خطأ جسيم ادى لخسارة النادي الأهلي أو لخسارة فريق مصري، بلاش النادي الأهلي، أدى لخسارة فريق مصري فرصة ولو 50% إن هو يفوز ببطولة تضاف إلى رصيد البطولات في مصر، بطولة قارية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تكلم منذ كم يوم، وكان الكلام أيضا من خلال السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قال أو اتقال إن مصر مستعدة لاستقبال كافة الأحداث الرياضية الكبيرة. من ضمن هذه الأحداث الرياضية الكبيرة اللي كان من الممكن أن تلقي الضوء على البنية التحتية الرياضية في مصر هو نهائي دوري أبطال إفريقيا، اللي تم إخفاء الجواب اللي فيه، اللي وصل من الاتحاد الإفريقي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن تم إخفاؤه وتم كشط وشطب السطر اللي فيه أنه من الممكن أن يتم تنظيم نهائي دوري الأبطال من خلال مصر. اتشال ده خالص كيدا في الأهلي وفي النادي الأهلي. فتخيل حضرتك، ده مش كلام إسلام، مش كلامي أنا خالص، ولكن ده اللي حصل، ودي هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة التي أقرتها إيه؟ لجنة الشفافية اللي عينها مين؟ وزير الشباب والرياضة، أو متعينة من وزارة الشباب والرياضة، وأقرت بخطأ أو بأقرت بأخطاء في أو مسؤولية المدير التنفيذي أو الإدارة التنفيذية على هذا الأمر. وعدى يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، وحتى هذه اللحظة لم يتغير أي شيء، ولكن سبحان الله لازالت الأخطاء القاتلة، لازالت الأخطاء الكبيرة، لازالت الأخطاء اللي تودي في داهية، هي عنوان غيبوبة إدارة اتحاد كرة القدم. لأن مفيش حد بيحاسب حد. ما هو لو حضرتك كنت حاسبت، أنا بتكلم على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اللي اتقال من أحد المسؤولين التنفيذيين اللي موجودين في الاتحاد، اتقال دول لسه نايمين. أيوة لسه نايمين الحقيقة، يعني بعد كل هذه الأخطاء الواضحة أمام الجميع، هذه الأخطاء الواضحة أمام الجميع، خطأ أدى إلى خسارة نادي مصري، الى تنظيم. احنا كان ممكن نخسر النهائي برضه على فكره، لو بتتلعب في مصر ما كان ممكن تخسره، وبتلعب الوداد برضه ممكن تخسره،
مفيش مشكلة، ساعتها ما كانش هيبقى فيه مشكلة. ولكن التقاعس عن ان انت تطلع الجواب من الدرج او مهام العمل، هو ده الاساس في الموضوع. احنا في مصر الجديدة الان يجب ان يتم محاسبة المسؤول. اللي حصل خلال الايام السابقة لمجاملة هذا المسؤول لاحد الاندية على حساب ال 17 نادي الاخرين، انا هنا ما بتكلمش باسماء اندية لانه مش فارق معايا اسماء الاندية، انا اللي فارق معايا ما يحدث امام الجميع والعيون كده مفنجلة ولم يحدث شيء. ده يعني اقول ايه بس، ده لم يتم اتخاذ قرار حتى هذه اللحظة، على الرغم من كان يبقى الاستاذ جمال علام وهو رجل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رجل محترم بالمناسبة جدا جدا، انا ما بتكلمش، كلهم اشخاص محترمة وعلى دماغي ما عنديش مشكلة، ولكن قد اختلف معاهم في اداء. استاذ جمال علام يقدر ياخد قرار اوقف الفلان الفلاني ده السبب في المأساة الإدارية اللي بيعيشها الاتحاد، أو الغيبوبة الإدارية اللي بيعيشها الاتحاد المصري لكرة القدم، مش عارفين ليه. أنا مش عارف ليه. في أحد المداخلات اللي طلعها الأستاذ جمال علام، ومش أحد المداخلات، هي مداخلة شهيرة مع الأستاذ، مع الإعلام الكبير الأستاذ أحمد موسى، قال إيه؟ أنتوا عارفين إن أنا بحاسب أي حد، وإن أنا راجل صعيدي وهحاسب، طيب واللي هيغلط هيتحاسب. لم يتم حساب المخطئ حتى الآن يا أستاذ جمال، لم يتم حساب المخطئ حتى الآن في الموضوع الأولاني وفي الموضوع الثاني. الموضوع الثاني ده بقى قصة كبيرة، وكل يوم بنعرف موضوع جديد، وكل يوم بنعرف قصص جديدة في هذا الأمر. كواليس هم مش متخيلين ان انا بعرف الحاجات دي، ده كلام بالنص بنعرفه وبنقوله، ومفيش حد بيطلع يقولك مثلا ده اسلام بيقول حاجه غلط او بيقولوا حاجه، لا لا، لانها كلها امور صحيحه. وبالمناسبه وللمره المليون، عشان تعرفوا بس حضراتكم الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي واعلامه وقناته وما بين اي حد تاني، من حق كل حد انا بجيب اسمه أن يظهر على شاشة القناة، شاشة قناة النادي الأهلي معايا أو مع غيري، في أحسن من كده؟ من حقه أن يظهر معايا أو مع غيري ويقول ويرد على كل هذه الأمور. لو مش عايز يرد أو يطلع ممكن جدا يكلمني في التليفون، وما عنديش مشكلة، يعني أنا برد على كل الناس وكل، وأنا ما عنديش أغراض شخصية، يعني أنا مش عايز أشتغل في الاتحاد مثلا علشان وبالمناسبة أنا ممكن أقول لحضراتكم حاجة لكن هي مش وقتها دلوقتي، بعدين هبقولها لحضراتكم بعدين. فاللي بقوله أنه يجب أن يتم حساب المخطئ، مهما كان الاسم المخطئ يجب أن يتم حسابه. أخطأت المرة الأولانية ترمخت، طب المرة الثانية؟ هل مجاملة أحد الأندية على حساب ال 17 نادي اللي موجودين هو أمر طبيعي؟ مهما كان اسم النادي، يعني لو النادي ده كان نادي من غير الزمالك، يعني كان اسم تاني، كنت هقول هذا الكلام، لانه اللي بيحصل ده انا بتكلم في مبدا، ما بتكلمش في حاجه تاني، ما بتكلمش على اشخاص ولا فرق ولا الكلام ده. ولكن انا بقول لحضرتك وانا بتكلم هذا الكلام من داخل قناه النادي الاهلي علشان تعرف الفارق ما بين النادي الاهلي واعلام او اعلام النادي الاهلي وما بين اي حد تاني. انا بفتح المجال امام الجميع، اللي عايز حق الرد مكفول لأي اسم أنا بجيبه، عايز تطلع أكتر مني ساعة ما عنديش مشكلة، لكن تيجي ضيف وتيجي ضيف طبعا وتوضح ما عنديش أي مشكلة. تخيل، هو ده اللي أنا اتعلمته داخل النادي الأهلي، هو ده اللي أنا اتعلمته في كل الأندية اللي أنا لعبت فيها، وهذه هي وهذا هو ميثاق الإعلام أو ميثاق شرف الإعلام بالمناسبة، المفروض يحصل في كل حتة. فأنا بقول أهو لكل الأسماء اللي أنا هجيبها كمان، لأن أنا عندي، هو أنا ليه بدأت البداية دي؟ لأن أنا عندي النهاردة كواليس كتيرة جدا، وأحكي لحضراتكم، أنا كنت بستغرب وأنا بتكلم هذه الأمور، أحكي لحضراتكم ما يدور في الكواليس داخل جدران اتحاد كرة القدم. وبالمناسبة كلهم أصدقائي، قبل بس ما أكمل، كلهم أصدقائي وكلهم إخواتي، ولكن صدقوني أنا ما بسألش ولا واحد فيهم
الاستاذ جمال علام، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ حازم امام، الكابتن حازم امام، الكابتن محمد بركات اللي هو حلمي مشهور، الاستاذ عامر حسين، الاستاذ محمد ابو الوفا، الاستاذه دينا الرفاعي، الاستاذ الدكتور ايهاب الكومي. كل الناس دي اصدقاء قريبين جدا. طبعا بركات الكل يعلم وحازم الكل يعلم علاقتي بيهم عامله ازاي، لكن انا عمري ما بستخدم حد فيهم كمصدر. بس عشان اقفل الموضوع ده، لان ابتدت الامور تروح في اتجاهات، لكن هذا الامر غير صحيح. ما بسالش، انا عندي ناس فريق اعداد كامل عندهم مصادرهم وانا عندي مصادر. طيب، اتحاد كرة القدم الحالي من وجهة نظري هو ليس في افضل حالاته. امبارح انا اتكلمت وقلت ان في اخطاء ادارية كارثية، ده بعد طبعا الجوابات والخطابات تخيل حضرتك. طب هو انا عرفت منين مثلا انا بقى اللي عرفت دي، انا عرفت منين مثلا انه تم ان هناك خطابين اتبعتوا لاتنين لعيبه؟ انا عرفت من مصدر، من مصدر الموضوع، ان في خطابات لاتنين لعيبه اتبعتت لانديه غير اللي هم فيها، الانديه السابقه مش الحاليه. ومش انا اللي عرفت بالمناسبه، هم طلعوا قالوا، اللعيب الناس طلعت قالت. ولكن ايه اللي حصل بعد كده؟ وده اللي هتكلم فيه مع حضراتكم النهارده. حد بعت جواب، انا بلعب في النادي الاهلي، فاتبعت جواب للنادي اكس ان اسلام احنا عايزينه في المنتخب، وانا بلعب في الاهلي. هو انا كنت بلعب في حرس الحدود لكن بلعب في الاهلي دلوقتي. مثلا يعني. ف قال لك ايه؟ هناك تبادل اتهامات وهناك محاولة للهروب من هذه الأزمة من جانب الثنائي. أنا بقول لحضراتكم بالأسماء، واللي عايز يرد مرة تانية على الهواء مباشرة يتفضل ويرد. الأستاذ محمد أو الكابتن محمد خالد غرابة المدير الإداري للمنتخب، والأستاذ وليد العطار. مين؟ أيوه، الأستاذ وليد العطار، هو المدير التنفيذي لاتحاد الكره. هو لسه الاستاذ وليد العطار مدير التنفيذي؟ ايوه يا فندم، لسه. اخطا الخطا الاول واخطا الخطا الثاني وما زال مديرا تنفيذيا للاتحاد المصري، الاتحاد المصري لكره القدم. هذا الثنائي يحاول كل واحد فيهم ان يغسل ايده من اللي بيحصل، من هذه الازمه تحديدا. ليه؟ لانه كل واحد عنده اللي بيحميه داخل من الاعضاء، يعني من اعضاء المجلس. كل واحد فيهم بقى مين الاقوى؟ كل واحد بيقول مش مسؤوليتي. غرابه بيقول، كابتن خالد غرابه بيقول، او استاذ خالد غرابه يعني بيقول، ان الاستاذ وليد العطار هو اللي ارسل الخطابات بشكل خاطئ. والاستاذ وليد العطار بيقول انا ماليش دعوه، ما انا دوري تنفيذي، الخطاب بيجي لي ببعتها زي ما الأستاذ غرابة قال أنا دوري تنفيذي ليس لي علاقة بأي شيء آخر. ده كلام الأستاذ خالد غرابة والأستاذ وليد العطار. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم، لأنه أنا كنت هبدأ هو من الأعضاء، وهناك أعضاء مؤثرين وأعضاء نص مؤثرين وأعضاء، يعني زي ما حضراتكم عارفين أعضاء مجلس الإدارة. يعني من الأعضاء بيحمي الأستاذ وليد العطار؟ من الأعضاء بيحمي الأستاذ خالد غرابة؟ كلاهما أخطأ أخطاء جسيمة. أنا على الأقل الأستاذ وليد، أنا بتكلم عن الحقيقة بالمناسبة، الأستاذ وليد العطار ليس لي معه أي موقف شخصي، بالعكس رجل في منتهى، لما تيجي تتكلم معاه في التليفون يعني قبل كده، رجل محترم وبيرد على التليفون، ما عندوش اي مشكله، وبيتكلم وبيقول وبيحكي وما عندوش مشكله. ما اعرفش الحقيقه هو اللي بيحصل ده، لكن في الشغل انا بتكلم في المهنه، في الدور اللي بيقوم بيه. فالمهم يعني ده طبعا تسبب في زياده حاله الانقسامات ما بين انصار الاستاذ محمد خالد غرابه ومؤيدي غرابه داخل الجبليه، معروفين للجميع وبالاسم. انا مش هقول الاسماء دلوقتي، لكن بعد كده هقول. وكذلك مؤيدي أنصار الأستاذ وليد العطار، وبرضه معروفين ومعروفين بالاسم داخل المجلس. هنا بقى أن هناك بيكشف لينا، يعني أن هناك شلالية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. الجميع ليس على قلب رجل واحد.
طب الاستاذ وليد عطار يسكت؟ لا، لازم يفضل يتكلم ويسرب لمجموعه من الصحفيين والاعلاميين ان الاخطاء الاداريه للاستاذ خالد غرابه منذ ان تولي مهمه الاداره اداره المنتخب الوطني هي اللي حصلت قبل كده، وان ده كتير وكذا وكذا، انا ماليش علاقه. اللي هي ايه مثلا؟ ان انا مش انا اللي بقول، والله استاذ وليد العطار مسرب هذه الامور للبعض، فالبعض بيحكي وبعض في الاخر، البعض بيحكي للبعض والبعض بيحكي للبعض وهكذا لغايه ما توصل لنا. اللي هي ايه مثلا؟ مش كلامي انا الكلام ده، انا بقول لكم اللي بيتقال ده من داخل الاتحاد، انه حجز، ان الاستاذ خالد غرابه حجز احد الفنادق الكبرى في الاسكندريه قبل مباراه النيجر اللي اتلعبت يوم الجمعه اللي فاتت. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، اللي انا افهمه ان اي معسكر لمنتخب مصر، ما اعرفش يعني، انا لعبت شويه على قدي في منتخب مصر، اي حته بنروحها انت ليك دور مقفول عليك، ليك مكان بتاكل فيه، ودي رسمي طبي فني اي حاجه، انت الاوتيل ده في حته ومعسكر المنتخب ده في حته تانيه، رغم ان انت في نفس الاوتيل. خلاص، المفروض مين اللي بيعمل كده؟ إدارة الأوتيل بالتنسيق مع المدير الإداري أو مع مدير المنتخب أو مع أي مكان الاسم يعني اللي بيحطوه. طيب المعسكر كان في الإسكندرية، المنتخب كان في الإسكندرية، وفندق الإقامة كان في، تخيل حضرتك، تخيل حضرتك الكلام اللي أنا بقوله، مش عيب ولا حرام ولا قصدي حاجة، فريق سيراميكا، فريق سيراميكا كليوباترا كان موجود في نفس الفندق اللي كان فيه أفراح وتتعمل داخل الفندق، كان زحمة جدا، واحنا شفنا محمد صلاح. مش قصدي حاجة، ولكن المنتخب دايما بيبقى ليه حاجة لوحده كده وعلى جنب وبعيد عن الناس، حتى لو في 20 نادي تاني، ما المنتخب في حتة وفي مكان له كده يعني. فطبعا ده أغضب روي فيتوري المدير الفني، قال ازاي نروح فندق نلاقي فريق من الدوري وكمان بيعسكر فيه وكمان في حجم إشغالات كبيرة جدا في هذا الأوتيل، ده غير إنه لم يتم ابلاغ اداره الاوتيل ان الحجز هيكون للمنتخب الوطني. هذه الكارثه. تخيل احنا عايزين نحجز 30 اوضه وهنشوف بقى كده الدنيا هتبقى ماشيه، ما قالش مين جاي ولا مين رايح ولا اي حاجه خالص. لانه من المفترض ان حضرتك تحكي وتتكلم مع الناس وتقول لهم انا جاي لي فلان وعلان، هم الناس مش عارفين مثلا فلان اللي هو مدير المنتخب او المدير الاداري للمنتخب. فيعني بيبقى في اجراءات معينه يعني بيتم اتخاذها من اجل راحه اللاعبين والجهاز الفني، مش كده وبس. ده الكلام اللي انا بقوله ده طالع من داخل الاتحاد ومن يعني من الاستاذ وليد العطار. ولو عايز يقول العكس احنا اتفضل يا استاذ وليد جاوب لو حبيت في اي وقت على الهوا، معاك ارقامنا كلنا وفريق الاعداد بالكامل. طيب كمان في جروب معمول على الواتساب بين الجهاز الفني ولاعيبة المنتخب لإبلاغ اللاعبين ببعض الأمور والقرارات الإدارية اللي من المفترض تكون من اختصاص المدير الإداري. مين اللي عمل الجروب ده؟ مين؟ روي فيتوري. ومين اللي بيتابع؟ روي فيتوري. وده مش شغله المفروض يعني، ده شغل الإداري للمنتخب. لكن لما الراجل شاف الوضع كده الحقيقة والأخطاء دي، قال أنا هعتمد على نفسي. ده الكلام اللي متسرب من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وبيقولوا ان الاستاذ وليد العطار هو اللي بيقول هذا الكلام في الخفاء للناس علشان نطلع نتكلم فيه. طب احنا هنا بقى في البيت الكبير عرفنا ايه؟ طيب عرفنا ان هذه الازمات الادارية كلها حصلت الفترة اللي فاتت ادت الى غضب رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام، واللي كان عايز ياخد اجراء قوي مع مدير اداري المنتخب، ولكن احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد توسط وتدخل في الازمه لانقاذ غرابه من مقصله جمال علام، اللي اكتفى في هذا التوقيت بلفت النظر والتأكيد على أنه لا مجال، خلي بال حضراتكم، ولا تهاون خلال المرحلة القادمة من وجود أي أحد أخطاء تانية. والله ما بص،
من آمن العقاب أساء الأدب. ده مثل جدي وجدتك وكلنا كنا بنتكلم عارفين. لأنه الكلام اللي بيتقال كمان اللي زي ما قلت لحضراتكم، هناك مجموعة بتحمي الأستاذ خالد غرابة وهناك مجموعة بتحمي الأستاذ وليد العطار، وبالتالي المجموعة اللي بتحمي الأستاذ خالد غرابة قالت إيه بقى؟ يا جماعة ما هو يعني لسه جاي وبتاع ويجب أن نلتمس له العزل علشان هو أول ماتش ليه أو أول مرة يتولى هذا المنصب الإداري وما عندوش الخبرة. طب ده كلام؟ وإحنا جايبين ناس عشان نجرب في المنتخب؟ مع اسم كبير زي فيتوريا اللي احنا كلنا سقفنا لحضراتكم لما جبتوه، انتوا شكلكم ايه قدام الراجل؟ يعني ايه المشكله لما تعترفوا ان الراجل ما عندوش خبره؟ طالما لا يوجد خبره اداريه كافيه جايبينه ليه اساسا؟ ما هو كوادر كتيره موجوده واسماء كبيره جدا، عايز يتعلم هات اسم كبير من الاداريين الكبار اللي موجودين وهيبقى تحته. يبقى انت جاملته برضه مفيش مشكله لو انت عايز تجامل يعني. وانا الحقيقه برضه اقول اللي ليا واللي عليا في هذا الامر. مجموعه اللي موجوده في الاتحاد الان لان انا عشت معاهم وعارفهم كلهم تقريبا باستثناء واحد او اثنين، لكن كلهم انا عشت معاهم اوقات طويله جدا. اولا ما بيحبوش المجامله، فغريبه جدا اللي بيحصل ده، غريب جدا جدا بالنسبه لي، غريب جدا جدا بالنسبة لي إن اللي بيحصل إنه هناك مجاملة واضحة وخطأ واضح. لماذا لا يتم اتخاذ قرار؟ والله مهما كان الاسم، مش الأستاذ ولي، أي حد تاني، لكن هل من الممكن إن احنا نشوف أخطاء زي دي ونسكت عنها؟ حضراتكم عايزيننا نسكت عن هذه الأخطاء ولا يتم محاسبة المسؤول؟ أنا بقول لحضراتكم بالأسماء علشان عايز تطلع ترد تفضل تفضل، وبأدعو الجميع ان هو يطلع يرد، ما عنديش مشكله. انا عارف ان بكره او بعده هتطلعوا تلاقوا استاذ وليد بيبوس الاستاذ خالد العطار خالد الغرابه وبيسلموا على بعض يعني الحاجات الطبيعيه اللي احنا بنشوفها يعني احنا فاهمينها وعارفينها. ولكن انا بقول لحضراتكم الحقيقه، وحضراتكم والايام القادمه ستثبت صحه ما تم قيل، ما تم ما يقال، هتعرفوا صدق ما يقال من خلال البيت الكبير خلال الأيام القادمة، لأن الأزمة كبرت جدا ما بين الأستاذ وليد والأستاذ خالد، وأصبح الاثنين عندهم مشكلة كبيرة جدا داخل الاتحاد، عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا. وهل من الممكن أن يكون في الأيام القادمة حساب لأي حد لأي منهم؟ ممكن جدا، وهنشوف. كمان اتحاد كرة القدم قرر ولكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي، برضو دي من المصادر، ما هو أخطاء زي دي إيه اللي حصل؟ المنتخب الأول، قبل بس ما أقول لكم إيه اللي هيحصل، المنتخب الأول كان غير تابع للجنة إدارة المنتخبات اللي بيتولاها مين؟ أيوه كابتن حمادة أنور، ده قصة تانية هنبقى نتكلم فيها بعدين. فاللجنة اتحاد كرة القدم المصري سيقرر خلال الأيام القادمة ضم إداري المنتخب الأول أو مدير إداري المنتخب الأول إلى لجنة المنتخبات، وتبقى كابتن حمادة أنور هو اللي مسؤول عن كل هذه الأمور. لأن في بداية الاتفاق تم الاستقرار على أن لجنة إدارة المنتخبات هتضم جميع المنتخبات التابعة لاتحاد كرة القدم ما عدا المنتخب الأول. لكن بعد اللي حصل هيتم ضم المنتخب الاول خلال الفتره القادمه الى اداره المنتخبات. وانت ليه يا عم اسلام بتقول لنا كل الكلام ده؟ انا بقول لحضرتك كل الكلام ده لان النادي الاهلي اكثر الانديه تضررا واكثر الانديه خساره مما يحدث. هتقول لي ازاي؟ لانه هذه العشوائيه، لا، النادي الاهلي لا يتعامل بعشوائيه، النادي الاهلي عندما يتعامل بيتعامل زي ما حضرتكم شفتوا، مؤسسه محترمه. افكر حضراتكم، طلعت بيان او كابتن محمود الخطيب عمل مؤتمر قال فيه للاتحاد الافريقي يا جماعه عايزين واحد اتنين. هل ينفع ان انتوا تعملوا واحد اتنين تلاته لانه ده افضل لمصلحه الكره الافريقيه؟ تخيل حضرتك ان اتحاد كره القدم الافريقي
سمع كلام الكابتن محمود لأنه لقى كلام منطقي ومقنع. سمع كلام الكابتن محمود وعمله، لكن اتحاد كرة القدم مين ده اللي هيقول لنا؟ أنا ده ظني، محدش قال كده طبعا، ولكن ما النادي الأهلي بيقول لحضراتكم إنه عندكم مشاكل في 1 2 3، أنا كمؤسسة الحاجات اللي زي دي بعمل فيها كذا وكذا وكذا. هو حضرتك بتكبر ليه؟ ما تقول ان ده اخطا وتحاسب المخطئ وشكرا ويجي غيره، لو اخطا يمشي ويجي غيره، ده اداره تنفيذيه يعني. معرفش الاستماته على هؤلاء الاشخاص اللي بيغلطوا، هل في حد من انديه اخرى عايز مثلا يكون حد معين او شخص معين يبقى موجود علشان يعدي له؟ ما معرفش، انا بقول اي كلام، انا ما هو دماغي تودي وتجيب وبحاول افهم. فالناس بتقعد وبتكرم وبتسافر وبتيجي، هو بس هو استاذ وليد بقاله الحقيقه اسبوع تقريبا او 5 6 ايام بيشتغل من البيت اكتر يعني. عموما كل اللي بيحصل ده يعني بيندرج تحت بند العشوائيه، وطالما في عشوائيه ربنا يستر على اللي جاي. عندنا مدير فني جيد، عندنا منتخب جيد، عايزين نقف معاه. الحقيقه كاهلاويه بقى مخليانا عندنا حالة من القلق على مستقبل الدوري العام في الموسم المقبل إذا استمرت تلك العشوائية. بكل تأكيد هتقولي ما هو الدوري تبع الرابطة، ولكن بكل تأكيد هذا سيؤثر سلبا على الدوري، لأنه اتحاد كرة القدم هو بيتدخل ومن حقه استدعاءات وتوقيتات وتغييرات وكذا وكذا وكذا. وبالتالي من فضل حضراتكم يجب ان يتم معرفش مش لازم تمشوا، لو عندكم عقاب تقدروا تعملوه او حساب تقدروا تحاسبوا بيه المخطئ بناء على تقرير من لجنه الشفافيه اللي عملتها وزاره الشباب والرياضه، يبقى حاسبوه وقولوا لنا ان اسلام ده غلطان فتحاسب بكذا، غلط تاني فقولوا لنا تحاسب بكذا ولكن مكمل، قولوا لنا كده يعني عشان نطلع نرد. موضوع آخر برضو أتكلم فيه مع حضراتكم، القائمة الدولية للحكام. قلت لحضراتكم إن الكابتن محمود عاشور هيكون خارج القائمة الدولية للحكام، والنهاردة الصبح تم إعلان هذا الأمر بشكل رسمي، وبالفعل تم استبعاده من القائمة التي خرجت بدون استثناء أو مد لأي حجم لأي حكم تجاوز السن القانوني. بس أتمنى إن ده ما يتغيرش بعد كده. أتمنى أن تكون هذه هي القائمة النهائية، لأنه لو تم تغيير هذه الأمور، أنا وجهة نظري إن كلاتنبرج سيفقد مصداقيته في قيادة لجنة الحكام، لأنه إحنا لسه ممكن نغير لغاية يوم 31 ديسمبر. هذه القائمة يمكن أن يتم التغيير فيها لغاية يوم 31 ديسمبر، لأنه النهاردة حصل اعتراض كبير على القائمة الدولية خصوصا من الكابتن محمد الصباحي اللي أعلن اعتراضه بشكل صريح، وتوجه راح اتحاد كرة القدم وطلب أنه يقعد أو يعمل قعدة معه أو جلسة مع الكابتن الأستاذ جمال علام، وقعد معاه. وجمال علام الأستاذ جمال علام وعد الأستاذ محمد الكابتن محمد الصباحي بأنه هيتكلم مع كلاتنبرج، لكن أنا ليا الرسمي اللي تم إعلانه. في النهاية يهمني إن أنا أشوف السنة الجاية تحكيم أفضل، مش للنادي الأهلي، لل 18 نادي. أتمنى أن نرى تحكيم جيد وعادل للحكام أو للأندية المصرية خلال الفترة القادمة عشان يبقى عندنا دوري حلو نقدر نشوفه ونقدر نتفرج عليه بدون ان يكون مش معقوله. طبعا الحكام مش 100% غلط، مش 100% صح، هيفضلوا ماشيين صح، لكن الاخطاء زي ما قلنا كده في اخر 5 6 مباريات قد تكون هناك اخطاء بتحصل، ولكن الاخطاء على ال 18 نادي هي، فده معناه لا يوجد تعمد ولا يوجد قصد ان احنا نحسب ضد الاهلي مثلا يعني، انا بقول مثلا نحسب ضد الاهلي مثلا، أو جون يخش وما يتحسبش، أو كرة أوفسايد وما تتحسبش، أو كرة مش أوفسايد وتتحسب أوفسايد.
فحاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها خلال هذه الفترة. أقول لكم حاجة بقى لطيفة في الآخر فيما يخص لجنة الحكام. كلاتنبرج أرسل خطاب للاتحاد الدولي الفيفا، طلب استقدام محاضر من الفيفا عشان يحاضر للحكام في معسكر الإعداد للموسم الجاي. الفيفا بعتت له مين؟ مش بهزر، كابتن حسام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق. الصورة دي امبارح مع حضراتكم اهي، هو اللي بيستقبل كل حكام الموسم الجديد. طب فين كلاتنبرج في الصورة؟ كلاتنبرج كان عنده ماتش في اليونان انا عارف، ولا فين هو؟ وبعدين يا جماعة، وبعدين انا لا يوجد عندي تعليق على هذا الامر. يعني زي ما حضراتكم شايفين الراجل طلب محاضر قاموا بعتين له كابتن عصام عبد الفتاح. وليس كل ما يعرف يقال، وليس ايه كل ما يعرف يقال، يكون قاسي شويه في بعض التعليقات، ولكن هذه هي الحقيقه. الحقيقه اللي انا قلتها لحضراتكم دي يجب ان تصل الى كل مسؤولي الاتحاد، اللي انا عارف ومتاكد ان ال 8 9 10 اسماء اللي موجودين من اول رئيس الاتحاد لكل الاعضاء اللي موجودين، بالاستاذ وليد بالاستاذ خالد بالاستاذ، كل الناس لهم حق الرد على كل الكلام اللي انا بقوله، لهم حق الرد تماما. ده اتعلمته نادي الاهلي، عايزين تطلعوا تردوا اتفضلوا، ما عنديش اي مشكله خالص، بالعكس هنتحاور وبمنتهى الاحترام والود والادب. لكن هتيجي على النادي الاهلي وتخطئ مره، مش انا اللي قلت، اللجنه اللي قالت، وتخطئ الثانيه، بعدين ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ هي دي المشكله بالنسبه لي. سؤال كده في السريع برضو، في السريع كده، وده حاب اتكلم فيه بكره ان شاء الله ولا بعده. عندنا منتخب الكره الشاطئيه بيلعب دوره اسمها دوره كوسابا في جنوب افريقيا. ممكن، وهو سؤال للاتحاد المصري لكره القدم، هو مين رئيس البعثه يا فندم؟ مين رئيس البعثه؟ طيب بكره او بعده ان شاء الله هقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في هذا الملف تحديدا كمان. طيب النادي الاهلي، زي ما نرجع بقى نروح للنادي الاهلي، النادي الاهلي خلال الايام السابقه لعب مباراتين وديتين، و عفوا المباراة الثالثة إن شاء الله هتكون يوم 29، وكالعادة حتى هذه اللحظة المباراة غير مذاعة. طيب يا عم إسلام، أنتوا ما بتشوفوش شغلكم بقى ولا إيه؟ لا يا فندم، شايفين شغلنا كويس، وسجلنا المباراة الأولى وسجلنا المباراة الثانية، وكنا على أتم الاستعداد لإداءة هذه المباراة أو هاتين المباراتين والثالثة كمان حتى هذه اللحظة لن تذاع. لن تذاع، ولكن سيتم تسجيلها وموجودة عندنا في المكتبة. عندما يتم الاتفاق على إذاعة هذه المباريات هنذيع هذه المباريات. فالنادي الأهلي استفاد من هذه المباريات؟ نعم. كيف استفاد النادي الأهلي؟ حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وبالمناسبة النهاردة أنا عندي في الجزء الثاني من هذه الحلقة نجم الكبير والمدير الفني الكبير الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء نبيل واحد من المديرين الفنيين اللي بيبقى ليه دايما نظره مختلفه. كابتن علاء له نظره مختلفه ويقدر يتكلم معانا في اهم المكاسب اللي احنا حتى مش شايفينها. هو كمدير فني كبير لعب كتير قدام الاهلي ومسك منتخب مصر ومسك مع كابتن جوهري واشتغل مع الله يرحمه مع كابتن محمود الجوهري، واشتغل مع ناس كتيره جدا، واشتغل كمدير فني في المقاولين العرب، ودلوقتي في زد رئيس قطاع الناشئين، وفي سيتي كلاب رئيس للاكاديميات او مدير الاكاديميات. فبالتالي حاجات كتيرة جدا، كفاءة كبيرة جدا في الكرة المصرية. ناخد رأيه فيما سيحدث خلال الفترة القادمة سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني. كابتن علاء فترات طويلة جدا كان موجود مع كابتن محمود الجوهر الله يرحمه، نسأله هو اللي بيحصل ده طبيعي؟ قبل ده وده طبعا هو كان لعيب كبير وكان أحد أهم نجوم منتخبنا الوطني في فترات طويلة. عموما خلينا نروح نشوف تقرير صوتي عن أهم مكاسب النادي الأهلي في هذه المباراة الودية أو في هاتين المباراتين الوديتين، وبعد الفاصل، بعد كده فاصل وبعد الفاصل هنرجع بقى نستعرض مع حضراتكم أخبارنا، أخبار البيت الكبير.
حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي العديد من المكاسب جراء خوضه أكثر من تجربة ودية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري مارسيل كولر، سواء أمام بتروجيت أو أسوان، على أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد. رغم أن المواجهات الودية التي خاضها الفريق تعد تحضيرية، إلا أن الانطباع الأول دائما ما يكون أمرا مهما. لذلك دخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقائي بتروجيت وأسوان وهو يطمح في تحقيق نتيجة كبيرة، كما سعى الجهاز الفني خلال الوديتين للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 من سبتمبر الجاري، ومدى قدرتهم على الأداء بنفس المستوى البدني على مدار 90 دقيقة. وبالفعل نجح فيما يريد من خلال ظهور الفريق بجمل تكتيكية غابت لفترة وتحقيق الفوز على بتروجيت 5-1 وعلى أسوان 2-1، حيث أعطى كولر انطباعا عن شراسته الهجومية. ويحسب للسويسري أيضا الاعتماد على أكثر من طريقة لعب خلال مواجهتي بتروجيت وأسوان. ومن ضمن مكاسب الأهلي من خوضه للتجربتين الوديتين أيضا دفع كولر بلاعبين من قطاع الناشئين مثل أحمد أشرف ومحمد مغربي ومحمد نصير ومحمد فخري، وقدم جميعهم مردودا جيدا أمام بتروجيت وأسوان، كما أتاح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق لفترات طويلة مثل محمد محمود، وكذلك عودة حسام حسن مهاجم الفريق لإحراز الأهداف بإحرازه هدفا في ودية بتروجيت وهدفا آخر أمام أسوان. وتألق شادي حسين المنضم حديثا للفريق والذي أثبت ذاته بعدما سجل أول أهدافه بالقميص الأحمر أمام بتروجيت، وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي من جديد أمام بتروجيت وأسوان منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع المنتخب الوطني في يناير الماضي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. كما عاد محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة بقميص الأهلي بعد غياب اقترب من عام كامل، وشهدت مباراة أسوان الودية مشاركة الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو حيث قدم مستوى مميز، وكذلك عودة حسين الشحات للمشاركة في المباريات بعد غيابه عن الفريق بسبب الإصابة، ومعه طاهر محمد طاهر الذي تألق وأحرز هدفا في ودية أسوان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. القيعي رئيسا لشركه الكره بالنادي الاهلي وعبد القادر وعوض في العضويه. عقدت الجمعيه العموميه لشركه الاهلي لكره القدم اجتماعها غير العادي صباح اليوم بحضور الممثلين القانونيين للملاك. بدا الاجتماع بمناقشه جدول الاعمال وفقا للائحه النظام الاساسي، وجاء في بنوده اختيار مجلس اداره جديد للشركه يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة، وتم التكليف والتشكيل على النحو التالي. المهندس عدل القيعي رئيسا والذي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على 50 عام قضاها في خدمة النادي، سواء عضوا بمجلس الإدارة أو مديرا تنفيذيا أو مشرفا على النشاط الرياضي أو مسؤولا عن ملف التعاقدات أو مديرا للتسويق والاستثمار. وفي العضوية خالد عبد القادر رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 وحتى 2020، ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يمتلكها النادي على المنصات المختلفة. المهندس أحمد حسام عوض أحد الكوادر الشابة بالنادي والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات. وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها فيفا قبل 3 سنوات
وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات. زاد على ذلك علاقته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية. ده كان نص الخبر النهاردة اللي نزله النادي الأهلي للإعلان عن المهندس عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة، والأستاذ خالد عبد القادر والأستاذ أحمد حسام عوض. قبل انطلاق المران كولر كان بيحاضر اللاعبين، وكالعادة مارسيل كولر بيحاضر اللاعبين. وتدريبات الأهلي الصباحية في مدينة نصر، وشهد المران مشاركة الحارس حازم جمال مواليد 2005. أيضا ودية ليبيريا فرصة فيتوريا للاطمئنان على بدلاء المنتخب بعد ما الحقيقة مشى محمد صلاح ومصطفى محمد. فيتوريا بيقول ودية بلجيكا مؤكدة وستكون تجربة متميزة وقوية لقيمة المنافس. هنا كان فيتوريا بيؤكد إن شاء الله أن هناك ودية سيتم لعبها أمام منتخب بلجيكا، وهي طبعا مباراة قوية جدا. ميكالي منتخب مصر الأولمبي يحتاج مزيدا من المعسكرات. ده الكلام اللي قاله روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي. منتخب الشباب يختتم معسكره بالأسكندرية اليوم بعد 3 وديات، آخرها الفوز على نظيره الكويتي 3-1. كابتن محمود عاشور وكابتن طارق سامي أبرز المستبعدين من القائمة الدولية للحكام. زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت في هذا الأمر. أيضا خليني أقول لحضراتكم أن محمد محمود النهاردة كان عنده حوار طويل الحقيقة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. قال محمد محمود: البقاء في الأهلي بفلوس الدنيا كلها، ولن نفرط في أي بطولة، جددت على بياض لهذا السبب، وجمهور الأهلي هو نبض القلب بالنسبة لنا. قال: أنا حريف بلاي ستيشن وغير متفاعل مع السوشيال ميديا، متفائل بمارسيل كولر، وهذه هي رسالته الدائمة للاعبين. محمد محمود من اللاعبين أو من اللاعبين المحترمين اللي بيحبهم جمهور النادي الأهلي زيه زي بقية اللاعبين اللي موجودين. كل أمنيات الطيبة لمحمد إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، إن شاء الله يعود أقوى وأقوى، لأن كل جمهور النادي الأهلي ينتظر منه الكثير خلال الفترة القادمة. زي ما قلت لحضراتكم الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا النجم الكبير الكابتن علاء نبيل. هنتكلم فنيا كتير جدا النهاردة عن منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. أيضا هنتكلم عن النادي الأهلي ورؤيته لمارسيل كولر خلال هذه الفترة. سيفي طبعا هنشوف رأي الكابتن علاء في مارسيل كولر. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن علاء نبيل في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير والمدير الفني القدير النجم الكبير الكابتن علاء نبيل. ازيك كابتن علاء؟ مشرف النظر. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد والله كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. الدنيا تمام؟ كله تمام. مشوار لسه كنا بنتكلم عنه طويل. مشوار طويل ده مشوار مشوار صعب صعب جدا يوميا. اخر الدنيا انت برضو. يوميا. بص يا كابتن، 164 كيلو يوميا رايح جاي. كم 164 رايح جاي؟ ده اذا ما دخلتش يمين او شمال في حته يعني. ما كانش عندك حلقه هنا حلقه هنا دايركت او حد طلب مني حاجه ولا رايح ولا جاي. ده دايركت مش سفر، كل يوم رايح جاي. اما يا دوبك يا كابتن، ما هتعمل ايه؟ الاكل العيش بقى. هنقول ايه؟ كابتن علاء الاول، يعني ايه الاخبار؟ الدنيا عامله ايه؟ الامور عامله؟ انا عارف ان حضرتك رئيس قطاع الناشئين في نادي زد، ثم اعتقد مدير اكاديميات في سيتي كلوب كمان. ايوه والله يا كابتن اسلام، يعني الموضوع مش بيكبر، موضوع الناشئين وقاعده الناشئين ورغبه الاهالي دلوقتي واللعيبه دلوقتي كلها بتتمنى ان هي تلعب كوره، او عكس زمان لما كان يبقى في اللي بيلعب كوره ده بيبقى ماشي في سكه غلط يعني. النهارده والله النهارده اولاء الامور والرغبه الشديده جدا جدا في ان اولادهم يلعبوا كوره. يعني بأمانة محمد صلاح عمل لنا نقلة تانية في الموضوع ده فعلا. طبعاً. طبعا كل بيت عنده قناعة أو عنده أمل اللي ابنه يوصل زي محمد صلاح. فدي عيب، مع أن أنا بقول يعني محمد صلاح لازم نستغل الموقف ده
لان التعداد الكبير جدا جدا من اللعيبه اللي ليهم رغبه يلعبوا كوره مش عارفين نعمل منتخبات ومش عارفين نعمل فرق على مستوى عالي ومواهب على مستوى عالي ونطلع عدد اكبر عدد ممكن من اللعيبه الاحتراف، ده يبقى غلطتنا احنا. لان انت عندك قاعده كبيره واسعه بس استغلها ازاي بقى، هي دي النقطه، كيفيه استغلال هذه القاعده. طبعا طبعا عندنا مواهب كتيره جدا، ازاي تستغلها، ازاي تنقي، ازاي تختار، ازاي تحط مسابقات، ازاي تطور من اداء لاعب، ازاي المسابقه نفسها نوعها ايه بالنسبه للسن الصغير، بالنسبه للسن الكبير، انت شايف حاجه كويسه ازاي تطوره، ازاي انت تخليه بدل ما هو 7/10 توصله ل 9/10. هو ده دور المدرب ودور الاداره والحاجات دي كلها. فعشان كده انا ملاقي متعه في زد بسبب هذا الموضوع. ما انا كنت هسالك في السؤال القادم على طول، هو انت كابتن علاء دايما المنتخب الاول ومساعد طبعا مع كابتن جواري ومدرب عام مع كابتن جواري، ولكن في النهايه المنتخب الاول بعد كده الفريق الاول في اي نادي درجه اول. حتى اولادي بيقولوا لي انت هتفضل كده. ايه اللي بالظبط ايه اللي بقى خلاك تتجه لا خبرتي كلها بقى حاططها في هذا المكان. انا دلوقتي الحمد لله المكان ده الناشئين، انا بتكلم عن الناشئين، الاتجاه للناشئين غير الكبار برضو يا كابتن. معلش يعني انا النهارده انا قادر ان انا اقود اي فرقه في الدوري الممتاز. اوكي تمام، لكن انا النهارده في مهمه انا حاببها نمره واحد. ايوه نمره اتنين شايف من واجبي ان انا اعمل حاجه لبلدي، اعمل حاجه للمكان اللي انا شغال فيه، اجتهد ادور ادير حاجات كتيره جدا. خلي بالك البوزيشن ده او المكان بتاع رئيس قطاع الناشئين ده لابد من ان يكون عندك كفاءه فنيه بلس كفاءه اداريه. نعم واحده بس لا تكفي. لا تكفي، الاثنين الاثنين مع بعض. عندك كفاءه فنيه ان انت عارف يعني ايه تدريب، عارف يعني ايه مدرب كويس، عارف يعني ايه تدريب كويس، يعني عارف يعني ايه اللعيب ده ممكن يزيد ازاي، في حاجات ناقصاه ازاي، حاجات كتيره جدا جدا فنيات، بالاضافه ان انت تقدر تدير يعني مجموعه النهارده انت عندك 13 فرقه كابتن. 13 فرقه باجهزتها، الاجهزه الاداريه بتاعتها الطبيه الفنيه، اللعيبه نفسها، العمال، عدد كبير. فانت بتدير المنظومه دي كلها ازاي، تقدر بعينك جوه راسك شايف المنظومه دي كلها نجحت، انت في حته ثانيه. اوكي طيب، عشان كده حضرتك اتجهت او يعني شايف ان الاتجاه للناشئين ده، على فكره ما اعرفش وبرضه حضرتك صحح لي هذا الكلام، بيتقال دايما ان المدير الفني الكبير بيبان مع الناشئين اكتر مع اي حاجه ثانيه. طبعا طبعا في يعني لازم تجيب حتى دايما يقول لك هاتوا مديرين فنيين جيدين للولاد وهم صغيرين عشان يطلعوا متعودين على هذا، بيعرف يتعامل مع لعيبه كويس، بيعرف لهجته صوته نبره صوته وهو بينادي على اللعيب. طبعا اوكي يعني بدانا نخش في مرحله مثلا مثلا فرقه عندها مثلا 2013 و2012 بتتكلم مثلا عندهم 11 سنه وخناقات وصريخ ويلعب ايه ده فانت النهارده بتحاول انت تعمل جيل للمستقبل لما هو قادر. طبعا طبعا يعني النهارده عندنا برضو مثلا القيد 60 لعيب، الماكسيمم بتاع اي فرقه عندي 25 لعيب. ليه بقى؟ عشان ياخدوا جرعه تدريبيه قويه جدا. طب ما تجيب مدرب تاني يا كابتن ياخد ال 25 تانيين ويبقى عندك حتى تاخد المميزين تدخلهم وهكذا. كابتن اسلام انا اكبر جهاز في مصر. اوكي. انا اي فرقه عندي ثلاث مدربين زائد مدرب حراس مرمى. اوكي. زائد دكتور، زائد مدرب احمال، زائد عامل. لكل فرقه. اوكي. فانت النهارده لما بتوزع ال 25 لعيب على الثلاث مدربين تقدر يعني تنتج حاجه كويسه. اوكي. فبالتالي الناشئين يجب ان يكون هناك تفكير جيد دائما من خلال قطاعات الناشئين المختلفه بشكل عام. لازم عشان كده النهارده الانديه بدات تتجه الى ده قطاع الناشئين ده مهم. كان زمان يقول لك ايه اي حد انزل في قطاع الناشئين تحت. بالظبط. هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. يعني انزل في قطاع، لا قطاع الناشئين النهارده بقى بوزيشن يساوي مدير فني فريق اول. اوكي. بس. طيب خلينا بقى نروح من وجهه نظرك، انا عارف ان انت لسه ما شفتش الراجل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ولا حد شافه حتى لغايه دلوقتي، ولكن الحقيقه اختيار النادي الاهلي لهذا الرجل من وجهه نظرك، انت رجل محايد، لكن اختيار النادي الاهلي لهذا الرجل
كيفية إدارة الرجل لهذه الفترة من خلال القرارات اللي بياخدها خلال الفترة اللي فاتت، إيه رأيك؟ بص يا كابتن إسلام، هو أول مباراة مع أول صفارة حكم لأول مباراة رسمي تقصد؟ طبعًا. أوكي. هنعرف الراجل ده شغال فين أو وصل لفين. راجل عنده مهمة صعبة. أوكي. راجل جاي في فترة من أسوأ فترات النادي الأهلي. فنيًا. فنيًا. مظبوط. فعلًا. الراجل ده عنده القدرة اللي هو بدليل ان النادي الاهلي ما جابش كتير، ولا جابش لعيبه كتير، صح. جاب اللي هو ثلاثة سافيو وشادي ومصطفى سعد. تمام. الثلاثه وابقى على بقيه، يعني عندهم اقتناع كبير جدا ان اللعيبه دي الدروب اللي حصل ده وارد يحصل. ما هو ده انا لسه كنت هقول لك يا كابتن علاء. وانا اتعلمت الحاجات دي مع الكابتن جوهر الله يرحمه، مع حضرتك ومع المجموعه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت. السؤال هنا يا كابتن، هل انت كنت شايف مثلا في 7 أو 8 لاعبين، اكتر 9 تقريبا لعبوا، كانوا بيلعبوا الثلاث سنين اللي ما قبل اللي هو موضوع الاجهاد والكلام ده اللي كنا دايما بنتكلم فيه؟ طبعا النادي الاهلي سيء من الناحيه الفنيه، ده على فكره طلع كابتن محمود الخطيب وقال هذا الكلام. ده حقيقه. فيعني كلنا معترفين، يعني ما حدش بيوجد مبررات. صح. ولكن احنا بنتكلم في الباقي بقى، ما هو مش سبب واحد، هو اسباب كتيره جدا وصلت لهذا الامر. في اسباب، سبب على سبب على سبب ادى الى هذا المنظر او الاداء. صح. هل بتعتبر ان ال7 8 دول لما ياخدوا اجازه شهر ما خدوهاش من 3 سنين تفرق كتير؟ انا شخصيا اعتبرتهم، حتى الناس قعدت اعتبرتهم صفقات جديده. والله تفرق كتير. ما انا بقول لك، بص يا كابتن اسلام، لازم نقتنع ان احنا، هو النادي الاهلي النهارده الثلاثه اللي جابهم تمام في الحته اللي هي الحته الهجوميه الاماميه يعني. مظبوط. وفي محمد مغربي تقريبا انه العاره بتاعته راجل سيرد باك. تمام. الراجل عنده مهمه صعبه جدا، ولازم هتبان خلال الفتره الجايه دي الراجل ده شغله ازاي. نمره واحد. الناحيه الدفاعيه للنادي الاهلي، بس هي كانت في اواخر المباريات مع سواريش. عمر ما النادي الاهلي وصل معاك لهذا المنظر الدفاعي معاك، وكميه الاهداف وكميه الانفرادات اللي حصلت على مرمى النادي الاهلي مثل هذا التوقيت. تمام. بالرغم انت النهارده، انا توقعت ان النادي الاهلي هيكون في صفقاته لعيبه دفاعيه. تمام. لكن لا، هو ما جابش لعيبه دفاعيه. يبقى معنى كده ان انت الراجل مدير الفني ده عنده اقتناع كامل ان اللعيبه اللي موجوده دي تصلح، وعنده القدره اللي هو يرجع الحالة الدفاعية الجيدة أو الممتازة المعروفة عنها النادي الأهلي اللي هي غابت عنه خلال الفترة اللي فاتت إلى وضعها الطبيعي. ده أول درجة هديها له في رؤيتي لهذا الرجل، إن هو إزاي هتظبط الدفاع النادي الأهلي. تمام. كتكتيك، كترحيل، كواحد ضد واحد، كحاجات كتيرة جدا. كرقابة. تمام. ده المدرب. أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي يعني، شو حتى ماتشات الوديه. تمام. وقافل على فكره بالمناسبه، هو قافل على الماتشات الوديه، بيقول لك يعني احنا بنسجل الماتشات بس ما بيقول لك ما تزعقش. كويس. اكيد في الماتشات اكيد في دفوهات دفاعيه، يبقى لازم هو اكيد هيشتغل بدليل انت ما جبتش حد في الحته الدفاعيه اللي ورا او أوكي. في اللعيبه الدفاعيه. نمره 2، انت مقتنع اقتناع كامل بنص الملعب بتاعك. مظبوط. اللي هو عمرو السوليه وإلي ديانج وحمدي فتحي. ويمكن كمان ممكن يضم لهم اكرم احمد حسن كوكا. تمام. انا بصراحه يعني يمكن ساعات انا ليا ابن اهلاوي جامد قوي، فبيقول لي انت اديتنا عين، تقول لي يبقى كنت عمال كنت اقول ايه اقوى خط نص ملعب في الدوري المصري هو النادي الاهلي. الثلاثه دول كانوا بيلعبوا بس جم في الاخر. طبعاً. تمام. الحته القدامانيه كهربا رجع لك، حسين الشحات موجود، طاهر موجود، محمد شريف، شادي، عندي كومنت صغير على مصطفى. احمد ياسر ريان. تمام. كومنت صغير. يعني كان ممكن يكون موجود كمان. أوكي. اضافه قويه. تمام. انا مدرب عندي الاثنين دول، انا العب باثنين راس حربه. هو مش شرط ان انا العب راس، مش حاجه منزله يعني. اوكي. انا العب باثنين راسين حربه تحتيهم واحد اكسر اي فرقه قدامي بالباور اللي هم فيه وبالطبيعه الحاله الفنيه بتاعتهم. انا العب باثنين راسين حربه ومعايا كمان محمد شريف ومعايا حسام، يعني كل الـ لكن ما اعرفش طبعا، في وجهه نظرات ادارات الله اعلم يعني، ما مش عايز اتدخل فيها، بس انا كواحد
بتفرج شايف من بره بالظبط يعني. بالظبط. بس فاعتقد ان الراجل مع اول مباراه نبتدي نقول الراجل ده رسميا اه اللي هي يوم 9 بقى مع نبتدي نشوف ادائهم من اول مباراه هتقول يا كابتن طبعا حركه الرجلين بتبان، الفكر بيبان، الباسنج بيبان، الروح بتبان. أوكي. المهمه جدا اللي هي ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت، فاعتقد الفتره اللي فاتت دي لابد من ان هو يبقى له دور كبير جدا في محي هذه الفتره لجماهير النادي الاهلي. طيب تدرج المباريات من بتروجيت الاسوان الوديه طبعا من بتروجيت الاسوان لطلائع الجيش القادمه يوم 29 اعتقد جيد. اه طبعا في بدايه فتره اعداد يعني كل واحد بيبقى حاطط في التوقيت بتاع، حتى انا في مباراه الناشئين يا كابتن اسلام ببقى حاطط خلاص انا عديت الفتره الفنيه اخش في ليفل ايه، عديت لسه اخش في ليفل بي، عايز ابتدي يا دوبك اخش في ليفل سي، وعندي التصنيف بتاع الانديه بالنسبه لي انا حاطه كان على مستوى الناشئين انا حاطه، هو حاطط ليفل معين، هو مثلا بيقول للاداري انا عايز مباراه مثلا ليفل بي فبيختار اللي هو عايزه. أوكي. عايز مباراه ليفل سي، عايز مباراه ليفل اي، ما هي مقسمه الى ما مش كل واحد صحيح واخد بالك، ما اجيش انا النهارده يعني ما بقولش انا عايز اسوان يعني بقول انا عايز فريق مثلا يعني عايز 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 ابتدي مثلا بمباراه هينه شويه اشوف اللعيبه الحمل عالي، وعايز اشوف اللعيبه تحت الحمل ده هيبقى عاملين ازاي يعملوا الجمل اللي انا بقولها تمام، لما اللعيبه بقى توصل للطب انا عايز مباراه اقوى. اوكي واخد بالك، خلاص الدوري داخل عايز مباراه بقى ايه انفذ فيها ثلاث مباريات في 10 ايام كويس قليل كمان قليل في 10 ايام طبعا فتره اعداد بس خلي بالك دي مدارس مختلفه في مدارس يقول لك انا في مدارس ما تلعبش ماتشات وديه خالص طبعا وفي مدارس كل يوم ماتش وخلي بالك الحاله اللي فيها النادي الاهلي واضح جدا ان هو ممكن يكون عايز فرق ان اللعيبه تعيد الثقه مع احترام الانديه اللي بيلعبها، بس انت بتتكلم في النادي الاهلي صحيح واخد بالك، لما بقول لك انا عايز مستوى اللعيبه ترجع للثقه بتاعتها بالاضافه الى برضه لعيبه المنتخب مش موجوده واخد بالك، فهو برضه الليفل بتاعه بيفرق اول مباراه رسميه امام اتحاد المستير هتبقى يوم 9 او يوم 10 لسه لم يتم تحديد الميعاد يعني، لكن هل حضرتك شايف ان هي الكل بيقول ان هي مباراه قويه وليست بالمباراه السهله يعني؟ طبعا اي مباراه قويه، اي مباراه كوره اتعلمنا كده دايما في دور ال 32 كنا دايما ايه بنفكر في اللي بعده يعني حتى اللي خلى الكابتن عصام الشوالي يطلع يقول لك ايه اتحاد المنستيري ده ممكن يقصي النادي الاهلي، كل ده نتيجه ايه الفتره اللي فاتت بس عشان كده انت عندك دور مهم جدا وصعب جدا اللي انت تخلص عليه في اسرع وقت لو زاد معاك مش كويس لازم يبقى في الاول طبعا لازم يبقى في الاول على طول تبين العيله الحمراء النادي الاهلي ايوه تفرق كتير انا قلت جمله كنت في احدى البرامج وبيسالوني يعني قلت لهم النادي الاهلي عنده مشكله كبيره، الانديه بدات تتجرأ على النادي الاهلي فنيا الانديه بدات تتجرأ احنا كنا بنشوف فرق لو عدت نص الملعب ايه ده انا عديت نص ملعب النادي الاهلي والله انا بكلمك بجد وبيوصل لغايه الجون من توتر ممكن بيتصرف فيها يعني تصرف في ايه لا الانديه في الفتره الاخيره لا كانت بتوصل جون النادي الاهلي وانفرادات وبيضيع ويرجع عايز يجيب جون تاني والحاجات دي كلها فهي عشان كده بقول لك فتره كانت صعبة جدا 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 على جماهير النادي الاهلي. وانتوا كلاعيبة او كاجهزة فنية او عليكم الدور كبير جدا اللي انتوا ترجعوا الدنيا دي كلها تاني بمجهودكم وبادائكم في الملعب. طيب توقعك ايه بقى لشكل المنافسة في الدوري السنة الجاية؟ لا دوري شرس. بالتالي صعب السنة دي كل يعني حتى الفرق معظم الفرق اللي جابت صفقات جيدة. يعني في ناس هتزعل مني. كابتن اسلام اللعيبه واحد اللعيبه اللي فصل كلها لو قلت لعيبه او اتنين مميزين في الدوري الممتاز ده كله كل واحد، بس هي بتبقى دوري انا خدت فلان وجبت فلان الدوري الخاص لو بعد الدوري الممتاز يعني النادي الاهلي فكر صح، انا عن نفسي كل واحد فيش في مصر هذا الجيل الحالي ما فيش حد بيفرق عن التاني بس كله ما قول لي انت النهارده لاعب مثلا لو لا قدر الله قعد على الدكه كاصابه ولا ككارت احمر او النادي اللي بيلعب فيه يقول لك يا خبر ده فلان مش هيلعب صح
مفيش والله. ايوه ايوه كل واحد تمام. عشان كده احنا ما عندناش منتخب قوي. ما هو منتخب عباره عن ايه يا كابتن اسلام؟ بتاخد انديه 3 4 من هنا على مستوى عالي نجوم، بتاخد 3 4 من هنا بتعمل منتخب قوي. فعشان كده انت بتعاني، ما هي سلسله مربوطه ببعض. صحيح. بس فاعتقد ان احنا علينا دور كمان لما نيجي بقى نتكلم عن المنتخب، علينا دور كبير جدا، اللي انت لازم تعد جيل بجد، لان احنا الموضوع ممكن يهرب مننا. يعني في لعيبه خلاص ادت برسالتها وشكرا. لابد من الاجيال بقى اللي هي الصغيره دي يبقى فيه اهتمام ورعايه غير طبيعيه ودراسه واعداد غير طبيعي عشان ترجع تقف على حالك تاني. الجيل اللي هو بتاع منتخب الاولمبي والجيل بتاع 2003 والناس دي كلها، لابد من وضع استراتيجيه على مستوى عالي جدا، لان ممكن دول يوقفوك على رجلك 10 سنين 12 سنه. لكن غير كده لا، انت كده بقى عمال بس ايه بتلصم. طبعا طبعا لغايه دلوقتي. طبعا طبعا يعني حتى بعد احنا التعاقد بننسى. احنا ما بننساش. طبعا هي الفتره اللي فاتت برضو كانت صعبه على مستوى المنتخبات، بس انا عشان سايب الجزء الثاني للمنتخبات نتكلم فيه كلها، 2003 والشباب والاولمبي والفريق الكبير. خلينا اكمل مع حضرتك شويه في النادي الاهلي برضو. اليوم الكامل حضرت انت او عملت لنا، يعني عملت حاجات من دي كتير. طبعا. اليوم الكامل اعتقد كان يجب ان يتم تطبيقه من فتره طويله في النادي الاهلي تحديدا كمان. طبعا. اصل انت كابتن سامي انت لعيب ايه؟ مش محترف؟ طبعا. انت مش بتقعد تفاوض النادي الاهلي انا او اي نادي، انا عايز المبلغ الفلاني والمبلغ، خلاص انت خدت اللي ليك، انا بقى عايز اللي عليا. عايز اللي ليا انا بقى كنادي. كنادي عايز اللي انت تبقى منتظم. اسال اي لاعب محترف على مستوى عالي، ده حياه عذاب. صحيح. ده حياه عذاب، ده بيروح نادي الساعه 8 الصبح ويروح بالليل على النوم، وحياه عذاب محترف حتى الصبح لو فيش تمرين محاضره و و و و. اعتقد ان اللعيب المصري لازم كده، لكن الانديه كلها التمرين اللعيب بيجي قبل التمرين بنص ساعه بالعربيه، نايم بقى مش نايم، صاحي واكل شارب ولا تفرق معاك. بتعاني انتوا يا كابتن كمدربين من هذه الامور؟ كنت في حاجات كتيره جدا مع الطلاق، بس انت بتتحط تحت بند الايه؟ دقه قديمه. انت مش كنت بتلعب معانا في منتخب مصر يا كابتن اسلام؟ طبعا. انت كنت ليله المباراه ليك اتصال باي حد غير انك انت بتفكر في الماتش؟ وبقول لحضرتك ايه، يعني ممكن ما كنتش كنت بلعب ساعتها كمان، لكن استحاله. تمام. كابتن جوهري بنفسه وحضرتك معاه بتعدوا على كل الاوض. وكنت انتوا بتيجوا كابتن التليفون بتاعه. صح. كان ساعتها يعني بدات التليفون، بس كان كل المنتخب معاه تليفونات صح في الوقت ده. تمام. كان النهارده اللعيبه راكبه الباص رايحه الماتشات وهي قاعده على التليفون بتكتب صفحات وشاغله نفسها عشان ده ياخد الخبر بتاعه ونزله وبتاع. هنا في وش. والله العظيم يا كابتن وش. الله يرحمه كابتن جوري لو كان موجود ما اعتقدش ان هو كان هيوافق على حاجات كتير. لا 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 خالص خالص. خالص. انا لغايه النهارده لما بقعد مثلا اتكلم مع لعيبه بديهم امثله، طبعا لعيبه صغير بتحب تسمع مواقف معينه، الاراده، التركيز، الاهتمام، الاكل، حاجات كتيره جدا. فلسه كان لعيب قريب بيقول لك، قلت له يا ابني انت طول ما انت واقف شايفك ماسك التليفون وهو. انا كان في مباراه اللي هي بتاعت 6-1 بتاعت اللي خرجنا امام بوب برادلي، كان مباراه اهلي وزمالك يعني؟ لا غانا باين. منتخب مصر منتخب غانا. تمام. فكنت انا في احد الاستوديوهات، كان معايا الاستاذ حسن مزكاوي والاستاذ فتحي سنة. اوكي. فاحنا قاعدين قال لك ده في خبر جالنا دلوقتي، فلان الفلاني كاتب قال لك النهارده، كان الكلام ده كان في عيد الاضحى، كان اول يوم عيد الاضحى. قال لك النهارده عندنا عيدين، عيد الاضحى وعيد الايه؟ تاهلنا لكاس العالم. والله العظيم. لعيب يعني؟ لعيب من اللي بيلعبوا. من لعيب رايح المباراه، الكلام ده كان من قبل المباراه بساعه ونص. يعني اللعيب ده في الباص في الاوضه، واخد بالك؟ فاحد يعني كان تقريبا كابتن حسن مش قال لك والله دي روح حلوه ومش عارف ايه وبتاع. انا طبعا جم عندي قلت لهم روح حلوه دي. انا ما ينفعش ده لعيب مش مركز في المباراه خالص. يعني ده واحد شاغل نفسه بحاجات ثانيه. وكانت 6-1. تمام. دي بديك مثال صغير يعني. الاكل، الشرب، الاهتمام، الليله بتاعت المباراه نفسها. اذا كان محمود الجوهري بجلاله قدره الله يرحمه الوحيد اللي كانت ليها الجراءه او ليها التصريح اللي اتكلموا قبل المباراه بيوم،
هي مدام سامي الله يرحمها مراته، وبعد كده بيفتنوه ولا يكلم حد ولا بيبص على حد حتى. النهارده النهارده الدنيا في هيصه هيصه مش هيصه، في فرح والله العظيم يا كابتن. عادي جدا مفيش مشكله خالص، وتلاقي كل الناس مهتمه بالفلان الفلاني كتب. طب معناها ايه؟ يدخلك بقى مش عارف فيه. طب هو كتب كده ليه؟ تبتدي بقى تدور. بص ده الحياه اتغيرت، كل حاجه اتغيرت يا كابتن. بس خلي بالك، ما هو ده في العالم كله مش في مصر بس. ما طبعا طبعا، يعني الرياضه اصلا مش هتقدر تقاوم كل ده خلاص. بالظبط، يعني انا بتكلم على لما ساعات بقعد اتكلم حاجات دي يقول لك كان ايامكم مش عارف. لا بس كان الكلام ده كان الالتزام التزام ايامكم كان في نتائج ايجابيه بسبب هذا الكلام. طبعا بس طبعا لا لا، ده اللي انا عايز اقوله. ما هو ده المفروض الالتزام هو التزام سنه 90 او سنه 2025 هو التزام. التزام في اي حته معاك خمس تليفونات زي من 90 ما كان التليفون اللي هو التليفون العادي اللي هو بنقعد نتكلم فيه ده. حياتك على الهواء يا كابتن اسلام كلها. ايوه، ما انت دلوقتي حياتك في التليفون. مظبوط. وانت قاعد طول ما انت قاعد عمال تكلم ده وتكلم ده وتعمل ده عشان لو عندك حاجه، لو وراك حاجه، لو بتعمل حاجه، لو كذا. فبالتالي برضو طيب حضرتك، بما انك بتتكلم في هذا الامر، والامر ده مهم جدا، كيف يمكن التغلب على هذا الامر؟ اصبح جزء من حياتك، فهل تعمل معايشه معاه، تتعايش، ولا تعمل ايه انت كمدير فني؟ مش هتقدر تتعايش، لان كل واحد ليه شخصيته ومشاكله، كل واحد ليه اسلوبه. انا النهارده في واحد عنده مشكله ومش قايلك عليها، مشكله ببيته مع اصحابه مع اهله، ما تقدرش، ما تعرفش، ما تعرفش. الحل الوحيد لهذا الموضوع هو إرادة اللاعب. ايوه، برافو، انت جبت من الاخر. لو انت عايز هتعمل. لو انت عايز تلعب لغايه سن 40 سنه هتعمل اللي انا بقول لك عليه. مظبوط. لكن لو انت عايز تقضيها، لا. ما بص، اتحداك ان في اي مدير فني او اي جهاز فيك يا مصر او في العالم يقدر يستطيع اللي هو يسيطر على هذا الموضوع. أوكي. انت ارادتك كلاعب اللي انت تاخد عهد بينك وبنفسك يوم المباراه ده، اتكلم بيطمن عليه، اقفل التليفون وشكرا، خلاص عاش في المباراه. تلعب لغايه سن كتير. صحيح. لكن الدنيا ما هو اللاعب اللي في ايده كل حاجه. هنكمل كلامنا مع كابتن علاء، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم بقى عن المنتخبات القوميه بشكل عام ووجهه نظر الكابتن علاء في هذه الامور بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اتجاه يا كابتن علاء كره القدم المصريه للمديرين الفنيين الاجانب باستثناء منتخب الشباب طبعا، لكن منتخب الاولمبي ميكالي والمنتخب الاول روي فيتوريا. اولا شايف الاتجاهات دي ازاي؟ كدوري المصري كله ولا بالنسبه للمنتخبات القوميه؟ المنتخبات انت بتحاول في خلال الفتره دي، انت غيرت كام جهاز من افريقيا الاخيره؟ كيروش كان اللي قبليها من ايام كوبر وبعدين حسام. بعد كوبر كان حسام بدري، كابتن حسام البدري، وبعدين ثم كيروش، ثم ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال، ثم روي فيتوريا. هل انت في خلال التغيير الأجهزة الفنية دي بالمدارس المختلفة بالسيفيهات بيبي، أنت حسيت يا كابتن إن في تغيير؟ كإيه؟ كطريقة لعب أنا؟ لا مش طريقة لعب. أمال كإيه؟ منتخب مصر اللي بيمتع جمهوره واللي جماهيره بتبقى مستنية مبارياته بفارغ الصبر عشان تملى الاستاد عشان ما حصلش ده من أيام كأس العالم، من ايام وصلنا لكاس العالم. مش كوبر وصل كاس العالم؟ واقولها لك، هو انا كنت يعني بجس نبض الشارع مصر ولا لا لا لم يكن حد لم يكن احد راضي عنه. برافو عليك. لا لا دي حقيقه. احنا كنا بنكسب، الناس تقعد تهدى وتفرح ومش عارف، احنا كسبنا ازاي؟ واخد بالك؟ فانت النهارده وقبلها كان باصي صلاح اللي هي ابو تريكه كان يباصي صلاح او فلان يباصي صلاح. انت النهارده عمال تلف في حلقه مفقوده. طب ايه يا كابتن؟ ماشي كمل اتفضل كمل. ما لا قد ما في كلام. طب ما هو ايه يعني؟ ما هو انا دلوقتي طيب، روي فيتوريا اسم كبير، له اسم قوي في الانديه اللي اشتغل فيها، يمكن
موضوع المنتخبات ده بالنسبه له قليل جدا، لكن اشتغل في انديه كبيره واشتغل في معظم الانديه اللي اشتغل فيها، واخد بقى معاها بطولات كبيره واسم كبير مع جهازه بالكامل. هكلمك في بعض الامور اللي هل يمكن فرض اسم بعينه او اسم على جهاز المنتخب طالما المدير الفني مش عايز، لكن دي مرحله تانية نبقى نتكلم فيها. لكن انا بكلمك في، طب يعني انا شخصيا كنت مبسوط بوجود روي فيتوريا كاسم بعد كارلوس كيروش واللي احنا سمعناه والقصص والحكايات. يبقى احنا دخلنا في مرحله الاسماء ومرحله الاعجاب. مظبوط. الخامه اللي معاك ايه؟ الخامه اللي معاك المفروض انها خامه يعني جيده، ليست بالممتازه وليست بالقليله صراحه. ماشي. اللعيبه همشي معاك، اللعيبه اللي حضرتك بتتكلم عليها بتقول اللي هي خامه جيده. تمام. هل التوقيتات للمنتخب او تقدر اللي انت تطور من اداء اللعيبه دي، ولا مدربين الانديه وماتشات الدوري هي اللي هتطور اللعيبه دي؟ يعني مدربين الانديه طبعا ليها دور كبير. ليها دور كبير. تمام. بعد كده المعسكرات الطويله زي المعسكر ده، معسكرات طويله بتفرق مع اللاعب المصري. الله يرحمه بس كان بص وقف الدوري وعمل وبتاع بالاخر. كان عندنا منتخبات ايه؟ اخذنا كل يعني 90 وصلت نهائي كاس عالم، 98 خدت امم افريقيا، 2002 كان كنت قاب قوسين او ادنى من الصعود لكاس يعني انا بقول لك يا كابتن اسلام ايه، انا برضو عشان ساعات اللعيبه تزعل مني في عارف انت الجهاز انت بتقول عليه ده، انا على فكره في حاجات ايجابيه اتعملت، حاجات بعيده عن الفنيات خالص على فكره. اوكي. انا بقدر اقدر يعني مثلا ايه حته ان هو التعاون ما بينه وبين الانديه اللي هو مثلا الزمالك عنده بره حساب اللعيبه بتاعته، صلاح ومحمد ومصطفى محمد عندهم ماتشات في الدوري فقال لك لا يمشي عشان عندهم كذا كذا كذا. انا بحب ان كابتن معلش لا بس انا مختلف معاك بقى دي، معلش اختلف معاك ليه يا كابتن؟ هقول لحضرتك. طيب النادي الاهلي، هكلمك عن الاهلي عشان بتكلم عن حد تاني فكلمك عن الاهلي. الاهلي عنده الفتره اللي جايه كل 3 ايام مباراه، في اقل من شهر هتلعب، هو قال هناك هيلعب 6-7 مباريات، اقل من شهر هتلعب 6-7 مباريات برضه. طب ما تريح لعيبه الاهلي، فاهم قصدي؟ بلاش الاهلي فيوتشر. الانديه اللي بتلعب في افريقيا تحديدا، تمام خلاص، عندها ايه يا كابتن؟ عندها 6-7 ماتشات ورا بعض خلال الفتره القادمه. طب ما خلاص اريحهم. عدد اللعيبه كام؟ عدد اللعيبه كام؟ ما انت مشيت ايه؟ انت مشيت محمد صلاح ومصطفى محمد واحمد فتوح عشان عندهم في الدوري بتاعهم الاوروبي عندهم ماتشات، عندهم ماتشات بس ماتشات. هي يعني انا اقصد ان نفس العدد. هو خلي بالك هو لعب، هو مش قصدي بس هو عمل، هو طبعا 2-1 زي ما بيقولوا، اللي هو ايه وضح للناس اللي هو في تعاون. نمره 2 برضو عايز يدي فرصه، لا عايز يدي فرصه لحد تاني، حد تاني اوكي يشوف فهاتها. فهو جابها في ايه؟ في حته اللي هم دول عندهم ماتشات عشان. طيب لو انت مدرب ما تطلعش تقول، ما تطلع يعني انت علاء نبيل ما تطلعش تقول انا بعمل محمد هيريح عشان محمد كده كده موجود يعني. ما هو ما يضمنش لسه، لسه المعسكرات ما طولتش وعارف الشخصيه والحاجات دي كلها واخد بالك. فهو ممكن يجيبها في ايه؟ لا ده انتوا عندكم ماتشات تقيله تريحوا عشان هو من الداخليه عايز يطلع حد مكانهم عشان يشوفه. اوكي. تمام. الحاجه الثانيه اللي هو يعني بالرغم ان هو مثلا زي حضرتك تفضلت قلت ايه، في فرق عندها ماتشات وبتاع، اللي هو جمع واشتغل، في ناس جت ما اشتغلتش، في ناس قعدت مده طويله. صح. وكنا بنتحايل. صحيح يا جماعه. جيت معايا على فكره حلقه هنا وقلت ان هتبقى الماتشات دي سبب اللي احنا ما لعبناهاش، سبب في خسارتنا نقاط في التصنيف. احمل ماتشات والعب واشتغل. هو عمل كده واخد بالك. زياراته للانديه حاجه مفتقدينها، حاجه كويسه. بص ما انا بعيد عن الفنيات خالص، انا لسه برضو ما زي مدرب النادي الاهلي انا ما اقدرش اقيم، ما شفتوش لكن في حاجات مبشرات كده بتقول اللي هو اللي ممكن ينجح. لكن معلش عشان ما هي مش تشاؤم، ما نتعشمش في حاجه كبيره. لان يعني هو ممكن الراجل ده من خلال خبراته والجهاز المعول اللي معاه ممكن يوصل بالخامات اللي معاه لاحسن حاجه ممكنه. اوكي. لكن لو ما جاتش عشان عندنا احنا بنزعل بسرعه قوي 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 وبنفرح بسرعه قوي قوي. صح. طب صح. فايه نمهد للموضوع. ما تنسوش نفس اللعيبه دي هي اللعيبه اللي بقى لنا مفيش تغيير كبير. مفيش غير محمود حماده اللي دخل الماتش اللي فات بس.
مضطر. حامد موجود وحجازي موجود وفتوح موجود. كارلوس كيروش قالك على احمد رفعت فين هو يعني بقاله 6 سنين مش موجود او بره المنتخب. ده برده نفس الكلام مع محمود حماده قالك يعني عن 28 سنه عمره ما دخل منتخب ازاي بقاله 8 سنين ناس ما بتبصش عليه. يعني برده وجهات نظر سبحان الله. وجهات نظر مدارس مختلفه واخد بالك. فاعتقد ان من وجهه نظري يا جماعه اشتغلوا على الاولمبي والشباب اللي موجود هم دول واللعيبه الصغيره اللي بدات تلعب في الدوري الممتاز. هل انت ما انت كشعب مصر هتستحمل؟ ما هي دي بقى هي دي اصل عشان كده قلت لك معادله صعبه جدا. صعبه قوي يا كابتن والله يا جماعه معادله صعبه جدا. وبنيجي نزعل 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 ومهما قلت انا جايب الراجل لحاجه معينه او لهدف معين او مع اول نتيجه سلبيه بتبتدي تعلم عليك لغايه لما بتوصل للمرحله شكرا. اسمع احترام يا كابتن. النادي الاهلي اتخذ قرار في وسط او نهايه الموسم قال يا جماعه اللعيبه دي تمن اللعيبه دي لازم تقعد في البيت وهكمل الدوري زي ما يطلع بقى. كان لسه الدوري خلي بالك في كلام لو تفتكر ماشي كان بعيد لكن برضو كان في كلام. بس النادي غير منتخب برضو طبعا هنا انت بتتكلم في 110 مليون. المنتخب بتاع جميع طوائف الشعب صحيح اقاليم القاهره اسماعيليه كل حاجه كله 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 تمام. ده منتخب بلدك صحيح. فعشان كده العين بتبقى هو راجل واخد باله كل شويه يقول لك ايه فيتوريا يعني يقول لك يا جماعه انا مدرب ل 110 مليون مواطن ومدرب ومدرب هو لسه على فكره هو لسه ما ال 110 مليون اللي جبتهم كل واحد داخل الاستاد وورقه قلت له اكتب تشكيل كل واحد اكتب تشكيل مختلف هيبقى عكس حاجات كتيره صحيح. هو لسه الراجل حتى هذه اللحظه لم يعاني في اي شيء يعني لا لسه هو ما شافش حاجه لسه. عاده الناس تقول لك ايه هو ايه النايجر دي يا جماعه زي ما انا قلت لك ايه هو دي ايه عارف انت تعارف هو عايز اعرف الناس بالجهاز وعايز اعرف الناس اشوف الناس بتلعب ازاي كمان انا كمدير فني اشوف ناحيه اليمين هلاعب عمر ناحيه الشمال هلاعب ما هو كروش قاعد قال لك بص كروش عمل ايه ده خد اللعيبه في بطوله العرب خد فلان وفلان وفلان. والله العظيم يا كابتن اسلام قلت لهم ولا واحد من دول هيلعب في البطوله عمر كمال بس يعني بس تمام. ده في ناس ما حطوش في الـ40 اللي راحوا الاسماء اللي راحوا تمام. بنتمنى ومع ذلك انت مع كارلوس كيروش وصلت للمباراه النهائيه يا كابتن معلش بتاعت الكاميرون بس برضو ما كانتش ما كانش يعني حاسس برضو انت هنا بقى بتدور على الكمال انا كده هو ده طبعي ان انا دايما احب يقول لك ايه زي بس ايه احد الاجهزه او بدات تنتشر في مصر المصطلح الثلاث نقاط اهم من الاداء. بدات المدربين كتيره جدا تسمع المدربين الكبار المسكين منتخبات او انديه يقول لك لا انا عندي ثلاث نقاط اهم من الاداء. لا الثلاث نقاط والاداء يا باشا انا بالنسبه لي لا بالعكس ده انا الاداء ولما اجي اخسر بالعكس ده انا نال احترام الناس كلها لكن لما ابقى انا اكسب وانا وحش بيطلع بقى مصطلحات ايه تجميليه لا اصل احنا بنكسب واحنا وحشين اصل احنا مش عارف الثلاث نقاط دول مهمين. لا الثلاث نقاط اهم من الاداء في بعض المواقف المعينه فقط لا غير. تمام اوكي هديك مثل صغير. اتفضل. الفتره بتاعت النادي الاهلي الاخيره اوكي فعلا الثلاث نقاط اهم من الاداء. خلاص انت وصلت للمرحله اللي انت عايز اكسب خلاص عايز تكسب لانك انت في خلفيه وراك كبيره جدا في حاجات في تمام. فانت النهارده لكن ادائك هو اللي بيجيب لك ثلاث نقاط. ايوه لان الشعب المصري بتاعنا بيحب الكره الحلوه صحيح ذواق حقيقي صحيح ذواق يعني صحيح. بس فاحنا مش اتكلمنا عن ايام كوبر لما كنا بنكسب الناس كلها ولكن كسبنا ازاي ما كان في مكسب فكانت الناس بتعدي الدنيا بس فاعتقد ان بنتمنى ان احنا لغايه لما الاجيال اللي طالعه من تحت تبتدي تظهر وتبتدي الناس تقتنع بيها نكون عدينا اراضينا الجمهور شويه اوكي استحاله توصل تاخد بطوله ولا بتاع. انا بقول لك من دلوقتي صعب في ظل وجود المنتخبات الافريقيه لا صعب صعب مستوى مختلف مستوى مختلف لا هم عدوك في مرحله فعشان كده انت ايه يا دوبك ايه يعني واحده واحده لغايه لما تستنى دول دي السياسه الصعبه ودي الاستراتيجيه الصعبه اللي انت لازم تشتغل تستخدمها خلال الفتره اللي جايه. طيب اخدك لبعض المشاكل فيما يحدث مع المنتخب وده طبيعي
لكن في نفس الوقت لما نيجي نتكلم عن انا بشوف دايما كده ان المدير الفني له مطلق الحريه في اختيار ما يراه مناسبا. يعني هل انت ممكن انت حضرتك مدير قطاع ناشئين في نادي زد، هل ممكن حد من المجموعه اللي موجوده يقول لك خد اسلام شغله معاك مدير فني؟ في احد اللي انا طب طيب المسؤول بيبقى هو، وبالتالي في منتخب مصر بتحاسب. نعم لان هو اللي بيتحاسب، وبالتالي منتخب مصر المسؤول هو المدير الفني. المدير الفني طيب، المدير الفني طلب عدم تواجد مدرب مصري، هل ما هو في ناس تقول لي لا ما ينفعش. يعني كان معايا كابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن علاء اعتقد، قالوا لي لا ما ينفعش، لازم يبقى في مدرب مصري، افرض اي حاجه حصلت في اي وقت. انا كان رايي ان لا، المدير الفني يختار اللي هو عايزه. وبعدين لو لا قدر الله حصل اي حاجه ومشي، ما هو انت تاني يوم تقدر تحط علاء، كابتن علاء نبيل وكابتن واسلام ومحمد وعلي وحسين، ما حدش هيقول لا يعني، ده منتخب بلدك في الاخر. فرايك انت حضرتك في الموضوع ايه؟ انا رايي هو المدير الفني، المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن اختيار الجهاز بتاعه، لانه هو اللي في الاخر بيتحاسب. بالظبط. تمام. واعتقد ان الراجل لما جه، الناس دي خلي بالك مش برضه بتفكر يعني، سال طبعا ايه المشاكل؟ اصل كان فلان الفلان، اصل طبعا كان الجهاز اللي قبله كان فيه يعني كلام ما بعده كلام يعني. فقال لك انا احط نفسي في، انا الجهاز بتاعي موجود وخلاص. تمام. هو بس في الجهاز بتاعه كان لازم يبقى واحد مش فني، واحد كمدير كوره يجمع بين، لم يوافق. ما هو هي دي بقى، ما هو للاسف الشديد النهارده تحديدا او الفتره دي المعسكر الاولاني ده حصلت فيه مشاكل من مدير الاداري. فللاسف الشديد معرفش هل يعني معرفش الحقيقه يعني، الواحد برضو مش حابب ان هو يكون قاسي. ما هي ننتظر الرد طبعا في اي وقت، احنا شغالين سبت حد واثنين وثلاث واربعه، برنامج البيت الكبير، القناه شغاله طول الاسبوع، اي حد عايز يرد في اي وقت يتفضل طبعا يعني. وانا ما عنديش اي، معلش يا كابتن علاء، يعني حضرتك عارف انا كابتن علاء اخويا وحبيبي واخويا الكبير وكل حاجه، ولكن لما كابتن علاء مثلا بيبقى ماسك مدير فني بنقول بقول رايي عادي، ما عنديش مشكله. فانا شايف ان اللي بيحصل ده اخطاء في الشغل، في المهنه، في الشغلانه نفسها يا كابتن. تمام. وبالتالي لكن الاشخاص كلها محترمه وعلى دماغنا من فوق، ما عندناش اي مشكله معاها يعني. في اخطاء في الخطا اللي حصل اللي هو الاداري اللي موجود ده، على ما اعتقد ان كويس اللي هو ظهر في المباراه يعني، وديه او معسكر تعدي يعني، لكن يبقى في حذر بعد كده اكيد يعني. لكن التعيينات وال هي دي اللي لازم نقف عندها يعني. يعني في ساعات كده بنلاقي ناس دخلت في المجال، مين دول؟ تمام. وفي ناس صغيره يعني لازم تكبر، بس الناس لعبت وعلى مستوى علم من الثقافه، عالم الثقافه وعندها القدره هي تقوم، لكن عشان تخش لا صعب يعني، في ليها حاجات تانية يعني. لكن حته الجهاز الفني الاجنبي المتواجد لوحده في وسط الجو المصري فيها صعوبه شويه. ان في بعض المواقف يا كابتن اسلام لازم، يعني حضرتك مع وجود المدرب لازم مصري. مش شرط مدرب. اوكي. مش شرط مدرب. على اعتقد اللي قايم بالدور ده حازم امام. حازم على ما اعتقد اللي هو هيجيب منين يروح دول الانديه؟ معلش يا كابتن، ما هو انا مع احترامي، هل انا عضو مجلس اداره ولا انا مشرف على المنتخب؟ لا، ما هو حازم متصدر المشهد. كابتن حازم امام هو المتصدر المشهد، ان هو اللي معاه الملف بتاع كرة القدم والجهاز الفني للفريق الأول. حلو جدا، وسقفنا. فأعتقد إن هو برضو مش دوره بس اللي هو جاب الراجل. وسقفنا. لا، ليه دور كمان كبير جدا. هل حضرتك شايف؟ هل حضرتك شايف إنه يجب على عضو مجلس الإدارة أن يكون له دور في توجيه المدير الفني؟ لا 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 وجهة نظرك اتفضل. لا كل المشرفين على المنتخبات بيقعدوا يتكلموا وعملت ايه وسويت ايه وجبت مين وما يا كابتن مين. ايوه يا كابتن، بس هو في النهايه صح، ولكن هل حضرتك انت في الاساس مع وجود مدير او مدرب للمنتخب ولا لا؟ شخصيه مصريه داخل الجهاز. ما هو موجود كده اتنين. مين؟ المدير الاداري اللي هو استاذ خالد او كابتن خالد، والكابتن ايمن عبد العزيز، وهم دول اللي موجودين. معلش، مع احترامي الكامل زي حضرتك للاستاذ خالد. تمام. ما انا ما اجيبش واحد جديد لسه ما مسكش الموضوع ده جديد بالنسبه له. أوكي. مهما كنت في اي نادي. وجهه نظر. تمام.
وتعمل الحمل كله عليه، ما هو برضه ما ينفعش. ربنا ما ينفعش. صحيح. تمام. فكان من يعني هو ده اللي انا قلته، انا قلت نجيب مثلا مدير اداري كبير كابتن اي اسم عشان ما حدش يقول لك اهلاويه وزمالكاويه. عارف يعني ايه انديه، وعارف يعني ايه مشاكل، وعارف يعني ايه لعيبه. وهات معاه عايز تجيب كابتن استاذ خالد ولا هو بس خالد. هو الاستاف يعني هو التوب بتاع المكان، ومعاه الاستاف بتاعه، ومعاه الاستاف بقى اللي هو عايزه. ايوه بالظبط. ماشي انا معاك يا كابتن. أيوة. انا على فكره انا زيك بقى، انا من النوعيه بتاعت حضرتك دي. ان انا اجيب الحد اللي هيقعد، لكن الاخطاء اخطاء 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 اللي هو مثلا يقول له خلي بالك في الدنيا هيجي على الموضوع الفلاني، النادي بالزبط. الفلاني في لعيب كذا مثلا، كلم النادي الفلاني عشان خاطر مثلا في مشكله بين اللاعب بتاعنا والنادي، يبقى هو ليه دور كبير في اللي هو يروح ياخد بالك. لازم حد يوجه. الاجنبي لا هيعرف يخش على موقع يقراه ولا يخش. بس دلوقتي بقى كله معاه شركاته وكل معاه ناس وبتقول له كل حاجه. بس بس مش زي يا كابتن اسلام، واحد داخل المنظومه عنده درايه كامله بما يحدث في كره القدم في مصر. تمام. فهي معادله صعبه طبعا. معادله صعبه بيني وبينك. برضو انا يمكن عشان اتعودت على، وبالذات فرق اللغه. فرق اللغه طبعا يا كابتن، بس انا معاك في فرق اللغه كل حاجه، ولكن انا اقصد ان انا واحد من الجيل اللي اتعود على الحركة. يمكن شايف انا شايف نفسي برضو من الجيل القديم مثلا، معرفش يعني الجيل الجميل يعني من الجيل القديم. لا اقصد ان هو اللي انا متعود على ان المدير الفني هو له مطلق الحريه في اختيار ما يراه مناسبا. انا كدوري كعضو مجلس اداره ومشرف على المنتخب اعمل ايه؟ اقول لك اجيبك، جبتك اديك السياسات العامه طبعا. تمام. حقي. اعتقد الاتحاد الكوره الجهاز السابق لده هو اللي خلاه ياخد الموقف ده، انت عايز ولا مش عايز؟ لان كان طبعا بيتقال في الجهاز السابق كان في مشاكل كبيره جدا، وفي بيتقال في ناس فرضت على الجهاز والحاجات دي كلها. فاعتقد ان هو قال لك احنا مش عايزين مشاكل، مش عايزين وجع دماغ، عايز ولا مش عايز. طيب هنكمل كلامنا، وعايز ولا مش عايز، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب كابتن علاء، اصل احنا هنقعد نتكلم عن المنتخب الاول، هنقعد نتكلم كتير، نروح للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي نفس الكلام، مدرب برازيلي له سي في قوي، اشتغل مع منتخب البرازيل وعمل شغل مع المنتخب الاولمبي للبرازيل وعمل شغل معاهم كويس، وفي النهايه برضو شايف اختياره ازاي من وجهه نظرك؟ وبقى انا يعني كنت اتمنى نفس المدرسه تمشي على الاثنين، ده يسلم ده. ماشي اوكي يعني ده يسلم كبرتغالي ده. يعني برتغالي، ادام انت جبت منتخب اول برتغالي يبقى في مدرسه برتغاليه، ده بيسلم ده، عارفين فكر بعض، هي لغه واحده وفكر واحد تقريبا يعني. يعني الله اعلم. بس برضو يعني انا كل تركيزي على المنتخب الاولمبي بصراحه والله. يعني انا كل تركيزي، لان انا يعني ما ببصش تحت رجلي، انا ببص للقدام. انا نفسي المنتخب الاولمبي ده فعلا نعمل منتخب قوي يلعب لمصر سنين. انت شايف احنا الجيل بتاع المنتخب الاولمبي ده قادر؟ قادر طبعا. عندنا هي اللعيبه دي بقت لعيبه، كل النجوم بقى نجوم ليها يا كابتن اسلام، مش لعبوا ودخلوا بطولات وتمرنوا ولغايه لما بداوا لعيبه كبيره خلاص، دول عليهم الدور اللي هم ياخدوا نفس الاهتمام ونفس ونفس ونفس. تمام. فانا كل تركيزي وكل اهتمامي، انا النهارده قعدت اتفرجت على المنتخب الاولمبي من اول مباراه. عجبك؟ انا كنت هسالك. هيبقوا كويسين، هيبقوا مش فارق معاك الاداء يعني. بالرغم ان هم عندهم دفاعات دفاعيه النهارده كتيره، اللي انا برضو يعني لا لعيب الكوره اوكي. يعني مصطفى ميسي ده 2001 منتخب الاولمبي. مظبوط. صح صح. مين تاني؟ رمضان صبح كان هو مش 2001. لا رمضان دلوقتي 99. مش منتخب اولمبي. 2001 مش منتخب اولمبي اعتقد. هو منتخب اولمبي 2001 والله. طبعا. تمام. يعني في لعيبه كتيره، بس يعني اتاكد رمضان من... لا اتاكد من سن 2001 لرمضان. ما انا مش عارف. لا هو مش 99. ممكن 2000 معرفش لو الاعداد بتاعك انا مش عارف. شوف لي يا شباب، في لعيبه انت النهارده تقدر تكون عليها. في لعيبه عندك بتلعب اوريدي في الدوري الممتاز مواليد 2001، وفي لعيبه انت النهارده من خلال البطوله. خلي بالك 2001 السنه دي الاتحاد الكوره كمل المسابقه. رمضان 97 سوري.
اتحاد الكوره خلى مسابقه 2001 تكمل ومظبوط دوري قوي، وخلى خلي بالك بقى خمسه من مواليد 99 و2000 يتأيدوا مع المسابقه. مظبوط صح، عشان يقوي، واداك كمان لعيب محترف، واداك لعيب محترف، ثلاث لعيبه على مستوى مراحل الناشئين. تمام، فالنهارده فيه اهتمام. انت عندك النهارده الناس اللي بتلعب في دوري ممتاز اوريدي عينك عليها. اوكي، واللعيبه اللي في الدوري ده لازم 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 تلف الاقاليم وتشوف يعني مثلا انا عاجبني جدا عبد الرحمن عاطف اجيرو ده بتاع المحله. لعيب هايل، وشبه اجويرو تخيل. خلي بالك اخوه عندي في 2010 والله، اسمه براء. والله ولد جميل قوي. والله لعيب هايل. انا صاحب اللعيب الفايتر اللي هو بيموت نفسه وبيجري هنا وبيجري هنا. تمام، فانت لازم تاخد اللعيبه دي اللي بتلعب في الدوري، واللعيبه اصلا اوريدي اللي هم بداوا نضجوا جوه الحاجات دي كلها. يبقى انا هي دي بقى، هي دي المعادله الصعبه اللي انا بتمنى انها تنجح، عشان في خلال سنتين احط رجل على رجل بقى وايه وارجع تاني. هم دول اللي هيمسكوا مصر، ارجع السيد افريقيا تاني بقى. هو ده الجيل المصري خلال 10 سنوات القادمه صح؟ الجزائر عملت ايه يا كابتن اسلام؟ مش قفلت على نفسها خمس سنين؟ قفلوا على حد عرفنا عارف، وفجأة لقينا الجزائر. لازم نعمل كده، ولازم الجمهور المصري يساعد على هذا الكلام. بس مش هتعرف. لا مش هتعرف، مش هتعرف. انت رديت على طول في ساعتها. مين هيسكت اصلا على ان انت مش هتعرف؟ انا بقول لك والله مش هتعرف. عشان كده انا بقول لك الدنيا معادله صعبه جدا، معادله صعبه، ومعادله انت يعني موضوع انتحاري غريب صعب. عندنا لان عندنا الدنيا ما فشلنا في التوازن في الحكم على الامور يعني. يعني نفرح قوي 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 قوي، ولما نيجي نزعل نزعل قوي 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 قوي. وده مش طبيعي يعني. الحقيقه يا كابتن انا دايما اتفضل دايما لما باجي، واللقطه دي ما شفتها اول امبارح، روجيه فيدرر ونادال. انا عارف انت بتحب التنس. روجيه فيدرر ده واحد من اعظم لعيبه التنس في العالم، لسه مبطل. لو روجيه فيدرر ده مش موجود، نادال ده يعني، لو نادال ده واخد دلوقتي 20 بطوله كان زمانه واخد 50 بطوله لو روجيه فيدرر مش موجود. نادال ماشي، وده ماشي وراه بيعيط. بيعيط والله العظيم يا كابتن. ايه نفسي نوصل لهذه المرحله من الحضاره والاحترام المتبادل. وانا طبعا انا فاهم ان في مناوشات حلوه عندنا في الكوره دي، حلوه زي ايام زمان ما كنا بننزل ونعمل وبتاع، وتاخد لك كده كلمتين حلوين من الجمهور المنافس ولا بتاع. وانت لو كنت بتلعب في النادي الاهلي ومتعادل وناقص 10 دقائق كنت تقدر تخرج تجيب الكره من الاوت وتطلع اوت بره. دلوقتي زمان كنت تترعب. انت متعادل وطالع تجيب الكوره بتاخد لك كلمتين ثلاثه لغايه لما ترجع. والجمهور كان بيديك قوه، دفعه غير طبيعيه، دفعه غير طبيعيه. كان احنا عندنا فاكر يا كابتن منتخب مصر ومنتخب الجزائر اللي في الجزائر اتغلبنا 1-0 بتاع عماره اللي كان تحت، فاكروا الماتش ده ولا لا؟ ايوه بتاع 2-1 ولا 1-0؟ 2-1 تقريبا. ابراهيم سعيد جاب بنالتي. ايوه وكره في اول خمس دقايق عماره هو بتاعت عماره هو جول حطها فوق العارضه. هو من ايه حطها فوق العارضه؟ وعماره كان محترف من الشده بتاعت الملعب. الجمهور فاكر الجمهور كان عامل طبعا ازاي؟ طبعا 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 طبعا. انا كنت انا وانت قاعدين جنب بعض في الماتش ده. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها يا كابتن، لازم احنا برضو يعني نبقى عندنا الناس يعني الجمهور المصري بيتاثر كتير جدا بالاعلام. عندنا مشكله خلي بالك، ساعات بعذر وساعات اقول لا احنا مش كويسين. يعني مثلا ايه، تلاقي لعيب مثلا في مباراه نزل واحده الثانيه جاب جون حلو تمام، اللعيب ده في خلال اسبوع بقى احسن لعيب في العالم. ايوه صح صح تبص عليه بعد اسبوع ما تلاقوهوش، مش موجود. ده في لعيبه بدون ذكر اسمح عشان ما حدش يزعل مني، في لعيبه لغايه النهارده في المنتخب عايشين على جون. عمر مرموش انت هتقول هو ما فيش غيره. تمام، قلت يا جماعه على فكره عمر لعيب كويس بس ما اعرفش الحقيقه ماله. نهدى. متابعه؟ متابعه طبعا، هو لعيب هايل من ايام ما كان في دجله. بس هو اليومين دول مش ماشي، بس لعيب كويس. بس لما تيجي لا بس لما تيجي بقى تحكم، بس لما تيجي تحكم تقول ايه اللي احنا ادينا في شخصيات بتتاثر. اوكي، ايجابي وسلبي. وسلبي لما نيجي نقول ده مشروع لعيب كويس، يبقى احنا كده ماشيين صح.
اوكي. لكن احنا دايما بنطلع النجوم، عندنا النجوميه سهل قوي، بندي مصطلح نجوميه سهل قوي. النجم ده كابتن بيلعب لك على الاقل سيزون تقدر تقول عليه ده نجم، وجوده فارق مع النادي بتاعه، بيكسبك، بيشيل منك اجوان، مدافع كويس، نص ملعب كويس، اي بوزيشن هو بيلعبه صحيح تيجي تقول ده نجم. لكن احنا عندنا في 45 دقيقه بتدي له اللقب، في 45 دقيقه لا لا بتدي له اللقب بيعيش عليه فتره طويله، وبعدين يقول لك ايه بعد كده بقى يبتدي ايه. لا احنا لازم نبقى عادلين شويه، احنا عايزين نقول يا جماعه في لعيبه كويسه ممكن اللي هي تتطور وممكن اللي هي تبقى كويسه. عايزين تشجيع، عايزين، لكن احنا دايما عندنا الحته الاوفر شويه. فدي سواء كده او كده في انا دي انا بعذرها، لكن في حاجات بقى بقول ايه، يمكن التوقيت الاعلام بيعمل كده عشان عايز الدنيا تقوم شويه. يعني حاسس ان الدنيا مقفوله، فبيصدق واحد ظهر على الشاشه فبيقول ايه احنا عندنا واو جاي مش من لاقي. ايوه مش لاقي، واخد بالك؟ عشان كده انا بعذر في الحته دي. اوكي. لكن لما يبقى ند كده لا دي ما بعذرهاش، لكن هي الحاله الوحيده اللي انت ايه عايز ايه برضو من حبك عايز الناس تبقى مبسوطه واقفه بتقدر بتقول ايه ده اللعيب الفلاني كويس والحاجات دي كلها. فبالاخر بتبقى النتيجه مش كويسه في حاله عدم صحه اللقب اللي انت اديته للاعب. صحيح. وخصوصا لو كان لعيب صغير. طبعا لو لعيب صغير ده بتخلص عليه بدري بدري، بتخلص عليه بدري بدري، خلص عليه. او لعيب انت جايبه من نادي اخر اقل في البطولات، واقل الانديه كلها طبعا على دماغنا، لكن اقل في البطولات مثلا، ويجي نادي كبير زي النادي الاهلي مثلا او نادي الانديه الكبيره، فهو يا جماعه ممكن جدا ينجح مع النادي ده، لكن مع النادي الاهلي او الانديه الكبيره دي ما صعب. يعني ليها وضع مختلف، وضع مختلف، وضع معين، حاجه نفس الكلام. مدربين، في مدربين لو شلته من المكان ما تلاقوش في النادي التاني. في نفس الكلام في المدربين والله. طبعا في لعيبه زي اقول لك ايه، لعيب محلي ولعيب دولي نفس المصطلح يعني. واخد بالك؟ اقول لك ايه يا عم ده لعيب محلي مش دولي. انت شايف الفتره اخيرا، يعني شايف الفتره اللي جايه مستقبل الكره في مصر ازاي من وجهه نظرك، في ظل وجود فيتوريا كمدير فني للمنتخب، وفي ظل وجود ميكالي كمدير فني للمنتخب الاولمبي؟ بنتمنى، لان برضو الحكم لسه، ما هم عارف انت بقول رمى بياضه، واحد رمى بياضه كل واحد، بس لسه الناس بتتكلم على مستوى فرق المنافسه. اوكي. بتتكلم، في ناس تقول لك لا بس واضح ان في حاجه حلوه. لا انت ايه على ما انا وانا كابتن علاء نبيل لما يقول حاجه انا في حاجه، انا برضو مش قادر لسه. مش قادر طالما انت ماشي كده يبقى مش قادر. صحيح. طالما عمال توديني يبقى انت لسه ما فهمتش. انا ما عملت كده تبقى ايه غير سؤال. يعني نشوف حاجه ثانيه. بس والله العظيم من جوانا اتمنى، بس دي بلدنا يا جماعه. طبعا. بس هو الواحد من خلال خبرته في الكوره هي نفس القماشه، يعني المدرب الكويس يقدر ياخد اقصى حاجه ممكنه من هذه القماشه. يعني انت قصدك ان انت هتفضل تقول لي انا هركز على المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. طبعا. هو ده الاهم بالنسبه لك الفتره اللي جايه. طبعا. ودي النصيحه اللي بتوجهها للاتحاد. طبعا. ودي حاجه ما تزعلش. على فكره جايبين مدرب المنتخب الاولمبي ميكالي ده متخصص في هذا الامر، يعني اشتغل منتخبات اولمبيه فتره طويله سواء هنا او في مصر او سوري في السعوديه او في البرازيل. في البرازيل، وبالتالي هو شغلته كده ونجح بس. مع فنتمنى ياريت ان يكون ياريت والله ياريت يا كابتن اسلام يكون نجاحه مع عندنا لعيبه واحتراف واهتمام بالامور اللي تحت كلها الناشئين والحاجات اللي هي بتفرز لك، ولازم نستغل حته اللي احنا الرغبه الشديده جدا في لعب كره القدم. صحيح صحيح. كابتن علاء شرفت ونورت، ودايما حابب سعيد بوجود حضرتك معايا، لانه بالفعل الحقيقه انا بستفيد منك. انت النهارده توهتني، بس يمكن فعلا خلي بالك احنا كلنا، حتى راجل المدير الفني للنادي الاهلي ما تقدرش تتكلم عنه. المدير الفني للمنتخب الاول ما تقدرش تتكلم عنه، المدير الفني للمنتخب كله ده لسه الاولمبي ما تقدرش تتكلم عنه، وبالتالي احنا لنا لقاء بعد زي ما تقول الدوري شهرين. زي ما انت في اول الكلام ما كنت قلت ايه الدوري هيبقى، وانا قلت لك هيبقى جديد قوي برضه كل كلام في الهواء، ممكن تلاقي الدنيا هايله ولطيفه. هو حد كان يتوقع يعني اللي حصل السنه اللي فاتت؟ لا.
لا ما حدش كان يتوقع. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور. بشكرك جدا على تواجدك معانا وانا عارف ان حضرتك بتصحى من بدري وان انت اختصتنا بوجودك معانا النهارده لغايه الساعه 1 بالليل سلام. فانا بشكرك جدا يا كابتن علاء. الله يخليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن علاء نبيل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من البيت الكبير.